مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان، وكل من يشاهد قناة النادي الاهلي. برحب بحضراتكم في يوم جديد من ايام البيت الكبير. قبل ما اخش في اي تفاصيل، النهارده كان في خبر يمكن سعيد جدا، يمكن حضراتكم عارفين ان متابعي قناة النادي الاهلي كنا بنشيد بيه طبعا فريق كرة الطائرة للنادي الاهلي والفوز الكبير على نادي الزمالك 3-0، وكنت بتكلم بصفة خاصة على 2 لعيبة من اهم اللعيبة مش في النادي الاهلي لكن في مصر، كنت بتكلم على عبد الله عبد السلام واحمد صلاح. لما بنتكلم على احمد صلاح كنا بنقول هذا اللاعب يعني على المستوى المحلي والافريقي والدولي ما كناش بنجده. النهارده الاتحاد الدولي لكرة الطائرة بيختار الكابتن احمد صلاح كواحد من افضل 100 لاعب في تاريخ الكرة العالمية، كرة الطائرة طبعا العالمية، من خلال النهارده تقرير، وكان بيرصد طبعا تاريخ الكابتن الكبير احمد صلاح المشوار الكبير جدا، واختاره من افضل 100 لاعب على مر التاريخ في العقد الاخير، وسماه كده ما بين قوسين هو يعني فاكهة كرة الطائرة في مصر. فبنقول للكابتن احمد صلاح الف مبروك، بنقول للنادي الاهلي الف مبروك، دائما النادي الاهلي دائما وابدا هو صاحب اللعيبة اصحاب الانجازات الكبيرة والارقام القياسية، مش بس على المستوى المحلي لكن كمان على المستوى الدولي. الف مبروك لكابتننا الكابتن احمد صلاح. النهاردة كمان ان شاء الله في حلقتنا في البيت الكبير اكيد هنتكلم على فريقنا، فريق النادي الاهلي اللي عاد للتدريبات امبارح، بيستعد طبعا للجولة الخامسة من طبعا المشوار الافريقي امام المريخ. هنتابع كل الكواليس وكل اخبار نادينا. كمان ما ننساش سفر النهارده، سفر منتخبنا القومي بقياده الكابتن حسام البدري الى كينيا على طبعا متن طائره خاصه باذن الله للقاء يوم الخميس باذن الله امام كينيا في المشوار المؤهل ان شاء الله لكاميرون، البطوله الافريقيه كاميرون 21. تفاصيل كتيره جدا النهارده في البيت الكبير هنتابعها مع حضراتكم. طبعا لازم برحب بزميلتي سهام. مساء الخير عليك يا سهام. اهلا بيك. مساء الخير. مساء الخير جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي العظيم في كل مكان، برحب بيكم وحلقه جديده من حلقات البيت الكبير، البيت الكبير اللي بيجمعنا دايما هنا على شاشه قناه النادي الاهلي. قبل اي حاجه يعني عايز اقول ان هم دول ولاد النادي الاهلي زي ما كابتن قال، هم دول الحقيقيين، هم دول اللي بيحبوا النادي فعلا، اللي بيضحوا بكل حاجه علشان يخدموا النادي ويرفعوا دايما اسمه. النهارده زي ما قلنا يمكن هنتابع في فقرتنا الاولى اخبار كتيره تخص نادينا وفرقتنا، هنروح بعد كده الاخبار منتخب مصر زي ما بنقول صوت يعلو فوق صوت يعني الماتشين المهمين جدا امام منتخب كينيا، وبعد كده جزر القمر. النهارده منتخب الوطني بيستعد لملاقات كينيا في نيروبي، هنتكلم بده في التفصيل في فقرتنا دي، وبعد كده الفقرة الحوارية الأولى زي كل يوم ثلاث وكالعادة بيتجدد دايما اللقاء مع عمر البنوبي. عمر النهاردة هيتكلم في حديث مهم جدا حوالين الأحداث الرياضية، خاصة فيما يتعلق أكيد المنتخب وأكيد النادي الأهلي وأكيد كمان بطولة أوروبا. بطولة أوروبا كمان فيها كلام النهاردة مهم ما بين عمر والكابتن هاني رمزي. في الفقرة الحوارية الثانية هيكون معانا نجم النادي الاهلي السابق طبعا والخبير الكبير كابتن عادل طعيمه. كابتن عادل دايما هنا لما بيشرفنا في البيت الكبير دايما بنسمع منه كلام ورؤى تحليليه مختلفه، والنهارده بشكل خاص بنعرف موقفه في دوري ابطال افريقيا الفتره اللي جايه، منتخب مصر والتحدي المهم بقى خلينا نسميه اللي بينتظره امام كينيا. في اخر فقراتنا برضو زي كل يوم ثلاث هيكون معانا زمايلنا محمد فارس واحمد اسامه، ولقاء بيتجدد طبعا مع فقره خط احمر في البيت الكبير. في سؤال عندنا متعلق ببطل يعني او واحد من نجوم النادي الاهلي الكبار الحقيقه موجوده على صفحات الاتصال الاجتماعي، وهو بيتكلم النهارده عن وليد سليمان. يا جماعه وليد طبعا النجم الكبير اللي يعني غيابه طول صحيح، بس دايما النادي الاهلي ما بينساش ابنائه دول. النهارده حبينا كده نشارك جمهورنا ايه اللي انت فاكره من اهداف لوليد سليمان، ايه هو الهدف اللي في رايك اللي انت ما تنساهوش لوليد سليمان؟ هو ده السؤال او التفاعل، يعني مش بحب اسميه سؤال الحقيقه كابتن هاني، ما بحبش اسميه سؤال، احب اسميه تفاعل مع جمهورنا اكيد، لان ده جمهور كبير.
ودايما بيحب دايما يشارك في الحاجات اللي زي دي. أكيد. انت رايك ايه؟ والله بص، هو ليه طبعا في فرق من بين اجمل هدف والهدف الاغلى. دايما بيكون في اهداف رغم انها مش جميله لكن بتكون مؤطره، اهداف بتفرق في حسم بطوله في حسم مباراه. كل اهداف وليد سليمان مؤثره جدا، كل اهداف وليد سليمان كمان اللي بيتابع طبعا وليد سليمان من خارج ال 18 بشكل اكتر من رائع، قليل قوي لما يكون داخل ال 18. سجل داخل ال 18 كتير لكن اهداف الرائعه، واسيب لحضراتكم طبعا تقولوا الكلام ده وهنتابع حضراتكم طبعا في البيت الكبير ونشوف رايكم في اجمل او اغلى اهداف وليد سليمان اللي بيعود بقوه ان شاء الله لصفوف النادي الاهلي قريب. طيب خلينا النهاردة كمان في حالة معنوية عالية جدا. النهاردة فرقتنا بتتمرن، اللعيبة كلها موجودة في ملعب التتش، الروح المعنوية عالية جدا طبعا بعد يمكن الفوز الكبير على فيتا كلاب ويعني تعديل المسار النادي الأهلي، ده وضعه الطبيعي في المجموعة في المشوار الأفريقي. النهاردة كان في طبعا تدريب بيشمل عدد كبير جدا جدا من كمان قطاع الناشئين، يعني كل اللعيبه حضراتكم عارفين ان في عدد كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي في المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول، اكثر تقريبا 13 لعيب. النهارده مستر موسيماني بيقود الفريق طبعا بعد ما رجع من اجازه صغيره جدا في جنوب افريقيا، عدد برضو عمل عده جلسات طبيعي جدا بعد غياب، بيقعد مع اللعيبه النهارده، قاعد مع اللعيبه قبل التمرين، حديث بقى مطول عن المشوار ان شاء الله، اكيد المشوار الافريقي. وكمان يعني كان لقطه مميزه جدا طبعا ان كمان عدد كبير زي ما حضراتكم شايفين يمكن من اللعيبه الصغيرين مواليد 2000 و2001 موجودين في صفوف النادي الاهلي، عمل تقسيمه يعني ما بين اتنين يعني ما بين فرقتين، وكان في اتنين حراس مرمى بيتكلم على بعض النواحي البدنيه على بعض النواحي الفنيه. اللعيبه طبعا اللي اتصعدت النهارده هم اكيد مستقبل النادي الاهلي، احب طبعا لازم نقول اسمائهم عشان يكون كمان حافز ليهم ان شاء الله ويواصلوا المشوار. النادي الاهلي دايما بيهتم وخاصه في السنوات الماضيه او يمكن السنه اللي فاتت بقطاع الناشئين. الولاد اللي كانوا موجودين النهارده في التمرين محمد حسام ميدو، مصطفى الياس، محمد اشرف واحمد اشرف، احمد سيد عبد الغني، وليد مصطفى وحسون محمد، عمر رزق واحمد الشامي، واحمد سيد غريب واحمد نبيل كوكا. دول مجموعه من اللعيبه المميزه في قطاع الناشئين. مستر موسيماني عمل جلسه زي ما بقول لحضراتكم مع كمان الجهاز المعاون عشان يرتبوا بقى الفتره اللي جايه هتمشي ازاي. كلنا عارفين الفترة اللي جاية يعني كلها تحديات كبيرة جدا، إذا كان على مستوى البطولة الأفريقية بداية طبعا من مباراة المريخ في السودان، وكمان عودة للدوري الممتاز وإن شاء الله تصدر الدوري إن شاء الله بعد ما نفوز بالمباريات المؤجلة. النهاردة كان تدريب مهم جدا، موسيماني بيقعد كمان مع مجموعة من اللعيبة الصغيرة بيرتب أوراقه بعد أجازة قصيرة قضاها مع يمكن أسرته في جنوب أفريقيا، وكمان اللعيبة كان عندهم أجازة قصيرة، لكن بدأ العمل تجهيزا إن شاء الله لمباراة المريخ إن شاء الله اللي جاي. طيب إحنا كنا بنتكلم في بداية الحلقة دي عن وليد سليمان. وليد سليمان طبعا مصاب بقاله فترة، لا بيشارك في التدريبات ولا بيشارك أكيد أو بالتالي في المباريات اللي تخص النادي الأهلي، لكن النهاردة كمان يمكن النادي الأهلي لما بنتكلم عن النادي بنتكلم عن أنه ما بينساش لعبته، أكيد كل لعبته، فما بالك بقى لما يكون هذا اللعيب مصاب. يعني حتى النهاردة في ظل وجودهم مع منتخباتهم يظل النادي الأهلي بيتابع حالتهم بشكل مستمر. لما بنتكلم هنا بنتكلم عن واحد زي علي معلول اللي احنا مفتقدينه جدا. دكتور أحمد أبو عبلة النهاردة طبيب الأهلي قال إن علي تواصل يعني معاه دكتور أحمد بشكل مستمر، وبيتواصل كمان مع الدكتور التونسي اللي هناك الدكتور سهيل الشملي طبيب منتخب تونس علشان يتابع حالته بدقة ويعرف آخر المستجدات وتطور حالة علي العلاجية وبرنامج العلاجي اللي ماشي عليه من قبل كمان ما يسافر لتونس. فهنا طبعا يعني الاتصال برضه عشان عارفة كان في بعض الجدل في الموضوع ده، الاتصال من اول ما اصابه علي معلول واحنا عارفين كان في اجنده دوليه في الفتره اللي فاتت، التواصل مع الاثنين الدكاتره على تواصل برنامج علاجي مكثف لعلي معلول، جزء بيستكمله هنا او عمله هنا في مصر وهذا الجزء بيستكمل في تونس من خلال طبعا طبيب المنتخب التونسي. التواصل متواجد وده شيء
شيء طبيعي واللوجيك، يعني دايما اطباء الانديه مع المنتخبات بيكون في علاقه وطيده جدا جدا، خاصه في الاجنده الدوليه قبل المباريات الوديه. حاله علي معلول ان شاء الله هيتم تقييمها بشكل كبير وبشكل تام بعد ما يرجع من تونس ان شاء الله. بعدها بقى الجهاز الفني هيحدد بالتنسيق اكيد مع الدكتور احمد ابو عبله موعد دخول التدريبات الجماعيه. يعني في علي معلول بيأدي دلوقتي تدريبات تأهيليه في تونس مع المنتخب التونسي او تحت اشراف الدكتور منتخب تونس، ان شاء الله بيرجع وبيكمل هذا البرنامج التأهيلي، واول ما بيتم ان شاء الله باذن الله تأهيله كاملا بيضعه طبعا تحت قياده مستر موسيماني تحديد امتى علي معلول يشترك. كل يا رب ان شاء الله كلنا بندعي، لان علي معلول زي ما بنتكلم قوه ضاربه في النادي الاهلي بشكل كبير جدا، وكل لاعبتنا بصراحه عوده برضو وليد سليمان ان شاء الله، عوده كمان يعني محمد محمود، عوده محمود متولي، كل اللعيبه اللي غايبه ديت اكيد ان شاء الله عودتها كمان لصفوف النادي الاهلي هتزيد قوه، وان شاء الله كل التوفيق والشفاء لكل لاعبتنا باذن الله. طيب على ذكر برضو محمد محمود كمان يعني بنواصل لسه يعني الاخبار، اخبار نجومنا تحديدا المصابين، في خبر طبعا للناس النهارده بيقول انه الجهاز الطبي بشان نجمنا محمد محمود النهارده بيتكلم برضو عن ان الدكتور احمد ابو عبله قال انه محمد هيرجع خلاص للتدريبات الجماعيه بعد شهر بكتير من دلوقتي. وعارفين حضراتكم انه محمد محمود كان عمل عمليه في الركبه، دي يمكن ابعدته شويه عن التدريبات الجماعيه، هو حاليا بينفذ برنامجه العلاجي اللي ماشي عليه بشكل كويس جدا. محمد محمود يمكن بيعود بعد 3 اسابيع. واخر كمان اخبار نجومنا المصابين برضه يمكن عن ده وفقا للجهاز الطبي انه خلاص هيرجع ويشارك إن شاء الله هيرجع في المباريات اللي جايه مع يعني زمان. هيشارك اكيد في التدريبات الجماعيه الاول، وان شاء الله باذن الله، لان كمان محمد محمود اللعيبه اللي كان حظهم بصراحه وحش، يعني كان متالق جدا جدا بعد انتقاله للنادي الاهلي جات له اصابه في الركبه، ولكن ان شاء الله خلال 3 اسابيع بيشارك كمان في التدريبات الجماعيه. كمان محمود وحيد، عارفين محمود وحيد كمان يعني طبعا وفقا للجهاز الطبي بيقول ان شاء الله كمان محمود وحيد بعد 3 اسابيع بيقترب تماما من التعافي من الاصابه. حضراتكم عارفين ان هو طبعا جاله يمكن مزق خفيف في العضله الخلفيه بعدته طبعا عن مشاركة الفريق في المباريات الأخيرة. كمان محمود وحيد من اللعيبة المميزة جدا، وكان أدى بشكل أكتر من رائع زي ما عارفين في غياب علي معلول، ويمكن كمان أيمن أشرف كان اتعور، محمود وحيد لعب بشكل أكتر من رائع، لكن طبعا جات له يمكن تمزق خفيف في العضلة الخلفية. بإذن الله كمان 3 أسابيع يتواجد في صفوف النادي الأهلي إن شاء الله. طيب خبر بقى على رأي برجاوي بحبه قوي، خبر يخص المسحة الطبية. والنهارده طبعا الفريق كله عمل مسحه طبيه قبل ما ينطلق الميران. يا لا بص بقى وبيقطع فجاه على اللقطه دي اللي انا بحبها جدا الحقيقه. النهارده المسحه دي كانت العصر، التمرين دوت كان على ملعب التتش بعد طبعا الراحه اللي فاتت، اخذوا راحه لمده 5 ايام تقريبا. النهارده لعيبه الاهلي والجهاز الفني كله بيجري المسحه الطبيه دي علشان يتم الاطمئنان عليهم كلهم. عايزه اقف بقى عند خبر يعني يمكن اسعدني انا شخصيا واكيد بيسعد كل جماهير النادي الاهلي، خاص برضه زي ما قلنا في البدايه عن وليد سليمان. وليد خلاص يمكن بقى جاهز علشان يشارك في المباريات مره ثانيه، تعافى من الإصابة بشكل كويس جدا وبشكل كامل، رجع للتدريبات الجماعية زي ما شفناه كده في أول الحلقة. ودكتور برضو أحمد أبو عبلة كان بيطمننا وكان بيقول أنه سليمان أو وليد سليمان جاهز من الناحية الطبية، وعودته للمباريات يعني دلوقتي في إيد مستر موسيماني، وده أكيد بيمثل إضافة كبيرة جدا جدا للأهلي زي ما قلنا، قوة كبيرة مش بس داخل الملعب كمان براه، ويكمل بقى باقي المشوار سواء في المحلي هنا سواء على مستوى أفريقيا. ولما حتى بنتكلم في أحلى أجوال وليد، يعني يمكن أحلى أجواله تقريبا هي في أفريقيا تخص البطولات الأفريقية. صحيح. وليد سليمان يعني أجوال من المؤثرة الحقيقة، هنتكلم ده بالتفصيل كمان لما نشارككم النهاردة الإجابات على أو يعني نشارك الإجابات على التساؤل اللي احنا عرضناه في بداية الحلقة إن شاء الله بإذن الله. يعني عارفين إن طبعا وليد سليمان زي ما بنتكلم مش هنتكلم عليه كتير، لأن وليد سليمان يعني كل الناس عارفة وليد سليمان، وعارفة كمان قدر وليد سليمان لو بنتكلم عن الناحية الفنية
بيشكل قوة أكتر من رائعة، حتى على مستوى اللعب لمدة 10 دقايق ربع ساعة، ولدي دايما بيكون مؤثر بشكل كبير جدا على النواحي ككابتن من كباتن النادي الأهلي، ودايما بيثبت أنه قائد كبير جدا جدا على النواحي المعنوية ومساعدته لفرقته. حتى وإحنا كنا موجودين في كأس عام الأندية كان وليد متواصل مع اللعيبة وكان ليه دور كبير جدا من خارج الخطوط. عشان كده هو وليد مهم، يمكن من أحسن الصفقات اللي اتعملت على مدار العشر 11 سنة اللي فاتوا من 2011. بيتكلم عن وليد داخل ملعب النادي الأهلي، فمن أحسن الصفقات يمكن اللي تم الاتفاق معاها. طبعا وليد من النجوم الكبار مش بس داخل الملعب زي ما قلنا. في النهاردة بقى خبر مهم كمان على الصعيد الإداري. النهاردة الأستاذ إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، واللي تم طبعا تكليفه من قبل المجلس في الاجتماع الأخير امبارح أنه يشرف على الجهاز التنفيذي للنادي. طبعا هذا الإشراف بعد ما تم توجيه الشكر للعميد محمد مرجان. النهاردة عقد اجتماع مهندس كفراوي مع مديري الإدارات في الأهلي وقيادات الفروع في الجزيرة تحديدا ومدينة نصر والشيخ زايد هنا. الاجتماع تم فيه مناقشة أكيد سير العمل فيما يتعلق بالشق الإداري تحديدا، التأكيد على المتابعة المستمرة لملف الخدمات، وأكيد الاستمرار في الحفاظ على ثوابت منظومة العمل داخل النادي الكبير خلال الفترة اللي جاية. كمان كان في بحث مع مديري الأفرع عن بعض المقترحات والتأكيد على يعني تلافي السلبيات في كافة القطاعات الخدمية تحديدا والرياضية. وأكد مهندس كفراوي خلال الاجتماع دوت على ضرورة أن جهود تتوحد من أجل الحفاظ على منظومة العمل داخل النادي الأهلي، كل ده تلبية لاحتياجات الأعضاء وتنفيذ السياسة العامة لمجلس أكيد الإدارة برئاسة كابتن محمود الخطيب. أكيد كابتن، كل التوفيق طبعا للأستاذ إبراهيم الكفراوي. هو في مهمة مؤقتة لحين طبعا التعاقد أو قدوم مدير تنفيذي جديد للنادي الأهلي طبعا بعد رحيل العميد محمد مرجان. كل التوفيق لنادينا. نروح من نادينا نطير على نيروبي، أو نروح أخبار منتخبنا اللي سافر النهاردة على متن طائرة خاصة إلى نيروبي. طبعا البعثة كانت طبعا برئاسة المهندس أحمد مجاهب رئيس الاتحاد، وكان كالعادة يعني استقبل طبعا بعثتنا هناك في نيروبي. طبعا سافرنا هناك في نيروبي وكل طاقم السفارة اللي كان متواجد، وزي ما بقول لحضراتكم الأستاذ أحمد مجاهد هو رئيس طبعا رئيس اللجنة الثلاثية، كان هو كمان رئيس البعثة. تواجد السفير خالد الأبيض، ده سافرنا في نيروبي، كانوا في استقبال البعثة برضو كل طاقم السفارة اللي بيرحب ببعثتنا هناك، المهندس أحمد مجاهد أعضاء المجلس أعضاء اللعيبة والجهاز الفني، وكلهم الحمد لله يمكن كانت عملت مسحة هنا في القاهرة وكل الأمور الحمد لله كانت يعني المسحة سلبية. اللاعبين تم طبعا الإجراءات والدخول بأسرع وقت ممكن. كان منتخب مصر طبعا عمل تدريبا النهاردة الصبح هنا في القاهرة على استاد القاهرة على استاد بيترو سبورت وتوجه للسفر على متن طائرة خاصة. كابتن حسام البدري كمان رفض استبعاد أيمن أشرف من الرحلة لكينيا، وعايز أقول لحضراتكم يمكن الجزئية دي الناس بتتكلم عليها بشكل كبير جدا. عارفين أيمن عنده شوية ألام في الركبة، عنده خشونة في الركبة شوية، كابتن حسام البدري أصر أكيد أنه أيمن يكون موجود معاه، وعايز أقول لحضراتكم ما تقلقوش من النقطة دي خالص. أكيد الجهاز الفني يعني اكيد الجهاز الفني والجهاز الطبي بقياده الكابتن بقياده الدكتور محمد ابو العلا مش هيسمحوا باي لاعب لو 1% عنده اصابه. اكيد ان اكيد لو حسوا ان ايمن اشرف مش مؤهل للعب مباراه كينيا اكيد هيأهلوه للعب مباراه جزر القمر ان شاء الله في القاهره. لكن انا متاكد ويمكن على راس القياده الطبيه الدكتور محمد ابو العلا راجل على مستوى عالي جدا جدا على مستوى المهني، ومش هيسمح، وكمان الكابتن حسام البدري مش هيسمح ان يجازف بايمن اشرف يلعبوا مباراه وهو عنده او عنده شك كمان في اصابه ايمن اشرف، فده موضوع اعتقد منتهي بشكل كبير جدا عندنا كمان. لان زي ما بقول لحضراتكم ايمن اشرف من القوى الضاربه مش في النادي الاهلي بس، كمان في منتخب مصر، لكن لو في اصابه او شك في عدم جاهزيته اعتقد مش هيكون موجود في تشكيله المنتخب باذن الله امام كينيا، ويؤجل اشتراكه ان شاء الله بنسبه كبيره في مباراه جزر القمر. طيب تعالوا نشوف دلوقتي كده تقرير مع حضراتكم عن منتخبنا الوطني، وبعد كده نخرج لفاصل ونرجع مع اول فقرات الحواريه هنا في البيت الكبير مع عمر البنوبي وتقرير بعثه الفراعنه في نيروبي اليوم استعدادا لمواجهه كينيا.
غادرة القاهرة في الثالثة عصر اليوم بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام البدري بطموحات وآمال لحسم التأهل لنهائيات أمم إفريقيا، متوجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي، تمهيدا لمواجهة منتخب كينيا في السادسة من مساء بعد غد التي ستقام بدون حضور الجماهير وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من تفشي فيروس كورونا. في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2022، وتوجهت البعثة إلى نيروبي عبر طائرة خاصة وفرتها اللجنة الثلاثية للمنتخب برئاسة المهندس أحمد مجاهد، وأدى المنتخب الوطني مرانه الأخير بالقاهرة صباح اليوم بجميع اللاعبين المختارين وباستثناء المدافع أحمد حجازي الذي تقرر أن يتوجه من جدة إلى كينيا مباشرة، وهو المران الذي أصر حسام البدري على خوضه قبل مغادرة بعثة المنتخب مباشرة إلى كينيا لدخول مرحلة الاستعدادات النهائية للقاء من أجل الاطمئنان على إجادة واستيعاب اللاعبين لخطة المباراة التي وضعها الجهاز الفني والوقوف على التشكيل الأمثل، خاصة وأن المنتخب سيخوض مرانا وحيدا هناك على ملعب نايايو بمركز موي الدولي الرياضي بالعاصمة نيروبي، وهو نفس ملعب المباراة، وسيقام هذا المران بهدف الاطمئنان على اللاعبين وكذلك حالة الملعب التي ستقام عليه المباراة. وينتظر الجهاز الفني للمنتخب تخطي هذه المرحلة بغض النظر عن الصعوبات الموجودة قبل هذا التجمع من حالات إجهاد عامة لكل اللاعبين نتيجة ضغط المباريات وتلاحم المواسم وانتشار فيروس كورونا. وتسود حالة من القلق بين أعضاء الجهاز الفني بسبب مفاجآت مسحة كورونا التي سيجريها المنتخب الوطني فور الوصول إلى كينيا، والتي من الممكن أن تهدد أي لاعب بالاستبعاد من اللقاء. لذلك قرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب اصطحاب جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار للانضمام للمعسكر وعددهم 28 لاعبا إلى نيروبي تحسبا لأي إصابات أو استبعادات. يحتل المنتخب الوطني المركز الأول حاليا في مجموعته برصيد 8 نقاط من تعادلين وفوزين بفارق الأهداف عن منتخب جزر القمر، ويحتاج المنتخب الوطني لنقطة واحدة للتأهل رسميا لبطولة إفريقيا. وتفوق المنتخب الوطني على نظيره الكيني في تاريخ المواجهات، حيث التقى المنتخبان 4 مرات في التصفيات الإفريقية، وإجمالا التقى المنتخبان في 12 مواجهة دولية معتمدة أخرى، حيث حقق المنتخب الوطني الفوز في 8 مباريات وتعادل في 4، وسجل المنتخب الوطني 20 هدفا مقابل 4 فقط لمنتخب كينيا. بجدد الترحيب بحضراتكم في البيت الكبير، فقرة الثلاث المميزة مع المميز دائما الناقد الكبير الناقد الرياضي عمر البنوبي، هنتكلم عليه أو معاه في ملفات كتيرة جدا أكيد تخص النادي الأهلي منتخبنا، وكمان أخبار عالمية كتيرة جدا. عمر بنرحب بيك، أهلا بيك. أهلا كابتن هاني، منورنا دايما. ده نور حضرتك ونور مشاهدي قناة الأهلي طبعا. بتشرفنا دايما عمر، بتكون فقرة مميزة والناس كتيرة جدا جدا بتستناها. النهاردة عندنا كذا ملف نتكلم عليه، أكيد هنبدأ بملف منتخبنا. منتخبنا كان اتمرن النهاردة في بيترو سبورت، خد طيارة خاصة وطلع على نيروبي استعدادا طبعا لمباراة كينيا في طبعا التصفيات المؤهلة للكاميرون 21. طبعا يعني منتخب اختتم تدريباته فعلا النهاردة الصبح في نفس يوم السفر، ووصل نيروبي من تقريبا ساعة تقريبا. رحلة ما كانتش برضو سهلة، لكن الطيارة الخاصة بتهون الأمور شوية. اعتقد ان احنا قدامنا فرصه كويسه جدا لحسم التاهل، وان احنا نحسم تاهلنا لامم افريقيا، لانه يعني انا شايف انه كمان كان من العيب ان منتخب مصر يتعثر في بدايه التصفيات، وخصوصا انه بيلعب على ارضه ولعب مع منتخب زي جزر القمر مع كينيا. ان انت تخسر نقطتين مع كل منتخب منهم ما اعتقدش ان هي كانت يعني كانت بدايه مش موفقه قوي، لكن بعد كده اتصلحت النتائج ان انت قدرت تكسب توجو هنا وهناك. وفي ظروف كانت صعبه جدا برضو، التوقف بتاع نوفمبر اللي فات ده يعني كان ظروفه صعبه بسبب الكورونا،
اصابات في اكتر من لاعب في مستوى كل المنتخبات الافريقيه وكل المنتخبات العالميه كمان. يعني فتره التوقف الدولي اللي فاتت ما كانتش سهله على كل المنتخبات، لكن في النهايه انت قدرت تبقى على قمه المجموعه بتاعتك، وعندك المباراه بتاعت كينيا تقدر تحسم منها ان شاء الله التاهل. يمكن معنويات كانت مرتفعه في تدريب المنتخب اهو، مشاركه محمد صلاح والمحترفين. اعتقد انه احمد حجازي كمان هينضم على نيروبي على طول ان شاء الله من هيوصل بكره ان شاء الله. بالظبط، فاتمنى انه ان شاء الله نحسم المباراه، وانا شايف انه في مقدور منتخب مصر انه يحسمها. سعيد بفكره انه اخيرا محمد صلاح انضم للمعسكر بدون ما يكون في اي معوقات، ونتمنى ان كل اللعيبه كمان تكون في احسن حال، وانه ان شاء الله يعملوا مباراه تليق باسم منتخب مصر ومكانته الطبيعيه، انه من الطبيعي والبديهي ان هو يكون في امم افريقيا من بدري، وانه ان شاء الله يبقى موفق في البطوله وفي تصفيات كمان كاس عالم. صحيح، يمكن كمان الحاله المعنويه شايفين صلاح ما شاء الله الحاله المعنويه جيده جدا، حاله محترفينا بشكل خاص كلهم بيأدوا بشكل اكتر من رائع، بالاخص طبعا النني بنتكلم على صلاح رغم يعني تذبذب نتائج شويه ليفربول، لكن صلاح للشهر الثالث على التوالي في البريمير ليج بياخد لاعب الشهر، وزي ما شفنا في التدريبات الروح المعنوية عالية جدا، وزي ما انت قلت عمر يعني يعتبر الموضوع محسوم. لكن منتخب كينيا كمان المباراة هناك في ظروفها معينة، وعندهم اكيد كينيا عندها كمان طموحات. النهاردة أولونجو المهاجم الكيني بيقول لا احنا نازلين عشان نكسب منتخب مصر ولسه عندنا امل وعندنا فرصة، وبالتالي المباراة على المستوى الفني بقى شايفها انت ازاي؟ لا انا شايف ان المباراة على المستوى الفني انه هي مباراة صعبة، لان انت راح تلعبهم على ارضهم، هما برضو زي ما حضرتك قلت عندهم طموحات، عندهم مجموعه لعيبه فيهم عناصر كتير شابه، وعندهم كمان لعيبه بعض المحترفين مش كتير ومش بنفس طبعا مستوى لعيبه منتخب مصر بالتاكيد على المستوى الفني، ولا حتى لعيبتهم المحليين يقربوا من مستوى لعيبتنا حتى في الدوري ولعيبتنا اللي موجودين في النادي الاهلي والانديه الثانيه اللي موجوده في الدوري المحلي. لكن في النهايه ما بقاش في منتخب في افريقيا ضعيف، وانت تعثرت مره بالتعادل قدام كينيا وقدام جزر القمر، وده بيقول لك ان انت لازم تركز على كل ماتش، انت تحسم تاخد 3 نقط بتوعك، تكسب المباراه سواء بره او جوه، علشان تدي برده دفعه معنويه لعيبتك. ده اولا، انت خلاص بتختتم تصفيات، باقي لك ماتشين جولتين، وبعد كده هيبقى عندك تصفيات كاس عالم، بعد كده عندك التحدي بتاع امم افريقيا في الكاميرون. اعتقد انه يعني قائمه منتخب كينيا مجموعه اللعيبه ما فيهاش تغيير كبير عن المباريات اللي فاتت، لكن هم برضو بيستعدوا بشكل جيد، عندهم حاله معنويه مرتفعه، بيفكروا في ان هم يعملوا مباراه كبيره قبل حتى ما يفكروا فكره ان هو هينتصر او حظوظه في التاهل، لكن بالنسبه له فرصه انه هيلاعب منتخب مصر. بالظبط، يعني فرصه هيلاعب منتخب فيه لعيبه قيمتها التسويقيه ممكن تكون اعلى من قيمه منتخب كينيا بالكامل تسويقيا في اوروبا وعلى مستوى الكره العالميه، وبالتالي فرصه كمان ان في ناس كتير بتتفرج على مباريات منتخب مصر عشان تتابع لعيبه المنتخب المصري، وخصوصا اللعيبه المحترفين بره واللعيبه اللي موجودين في النادي الاهلي والانديه الكبيره. فبالتالي انا شايف انه لا، مباراه مش هتكون سهله، ما ينفعش اتعامل مع مباراه على انها سهله. صحيح، وخصوصا لما اكون انا مع منتخب مصر اللي بقاله فتره النتائج مش احسن حاجه، ان انا يعني ما قدرتش احقق طموحات الجماهير الفترات اللي فاتت، فبالتالي انا محتاج ان انا لا اقدم عرض كويس وان انا اكسب. واعتقد كل الظروف يعني دلوقتي مؤهله انك تقدم مباراه جيده على المستوى الفني على المستوى المعنوي. زي ما انت قلت برضو عمر، في الفترات الاولى اول مباراتين كان الكابتن حسام البدري كان بيشتكي من عدم وجود معسكر طويل، اللعيبه على المستوى البدني والفني بسبب طبعا ظروف كورونا مش موجودين. ده اتغير 180 درجه دلوقتي، كل اللعيبه حتى على مستوى الدوري اللعيبه محترفين محليا يعني مستواهم عالي جدا. وقفت عند اسم معين عمر بالنسبه للقائمه، ولا بالنسبه لك الامور كانت يعني مش انتقاد للقائمه، لكن هل في اسم وقفت عنده؟ لا، يعني انا شايف في بعض اللاعبين ممكن كانوا بعيد حتى في انديتهم، يا محمد فاروق مثلا هو لعيب جيد لكن في النهايه ما كانش مشارك بشكل قوي طول الفترات اللي فاتت. فانا دايما بفضل اللاعب الجاهز، يعني ممكن دايما الجهاز الفني لمنتخب مصر له الحق في الاختيار وله الحق انه يدافع عن اختياراته كمان، وان هو اللي هيتحاسب في الاخر. لكن في النهايه في حاجات بتبقى غريبه شويه، يعني مثلا لعيب زي محمد فاروق اعتقد انه كان بعيد شويه الفتره اللي فاتت، وبالتالي المفروض المدرب بيفضل اللاعب الجاهز. ممكن يكون المدرب في حساباته حاجات تانية، زي فكره يقول انه ده من القوام اللي انا كنت مختاره من الاول وببقى حاطط اختيار اول وتاني وتالت، فممكن فاروق كان منهم فانا ضميته. بس يعني دايما انا بفتكر انت بتقول مقوله كده دايما بالنسبه لاختيارات قائمه المنتخب، ان افضل اللاعبين في الفتره اللي بيتم فيها الاختيار مش على مستوى يمكن
قبليها او حتى على مستوى التكهن انه هيكون كويس يعني، او تاريخه مع المنتخب. صحيح. يعني انا بالنسبه لي الفكره كلها انا هختار اللي هيكسبني. كل المنتخبات في العالم بتعمل كده، كل المدربين في العالم هو بيشوف اخر فتره قبل المعسكر فيها ايه، بيستبعد الاصابات. ده بالتاكيد لما لا قدر الله في لعيبه عندها اصابات بيبتدي يشوف البدائل بتاعتهم، لكن الاولويه للي جاهز في الملعب، اللي رجله في الملعب. خبرته الدوليه ممكن يكون في لعيب كان بيلعب منتخب فترات طويله لكن مش جاهز، فما اقدرش اقول اصله عشان خبراته فانا هاخده. طب ما انا ليه ما اخدش اللعيب الجاهز؟ وبعدين امال انا هطلع لعيبه زي منتخب مصر؟ صحيح. يعني انا مثلا لو رجعنا شويه مش بعيد، يعني كابتن جوهري كان لما كان موجود الله يرحمه في قياده منتخب مصر كان ممكن توصل بيه انه لو لعيب حاسس انه مش جاهز بياخده يمرنه لوحده وبيتابعه لوحده وبيحاول ياهله انه يكون موجود علشان يقدر يؤدي دوره وسط المجموعه. لكن انا ممكن بتابع كل مباريات الدوري، لكن في بعض الاختيارات يعني مش عايز برضه اظلم محمد فاروق في النهايه موجود في منتخب مصر ولهم كل الدعم كل اللعيبه اللي موجوده، لكن كنت اتمنى ان دايما يبقى الاختيارات للعيبه اللي رجلها في الملعب واللعيبه اللي بتقدم اعلى مستوى في الفتره اللي قبل المعسكر على طول. صحيح. طيب بعض المخاوف شويه يمكن على السوشيال ميديا في خلال الساعات الاخيره ان سفر ايمن اشرف، رغم ان اصابه ايمن اشرف بخشونه في الركبه، وانت عارف كمان موضوع الخشونه في الركبه ده بيكون صعب شويه. رايك ايه في الموضوع ده، ان تمسك الكابتن حسام البدري بسفر ايمن اشرف رغم وجود اصابه في الركبه لايمن اشرف؟ يعني العتاب على كابتن حسام البدري في موقف زي ده يبقى زياده شويه، لانه كابتن حسام البدري كان مدير فني للنادي الاهلي قبل كده ويعلم تماما مدى صعوبه الضغط المباريات اللي عند النادي الاهلي طول الوقت في كل سنه، وهو اشتغل مع النادي الاهلي فترات مش قليله وبالتالي هو عارف ده. نقطه ثانيه انه ما ينفعش برضو ان انا اقول لا ايمن يسافر معايا وانا عندي لعيبه اتقال انها مصابه انت حتى ما وقعتش كشف طبي عليهم. يعني في لعيبه كان المفروض هتستدعى للمنتخب اتقال انهم مصابين، نتمنى لهم الشفاء طبعا، لكن انت المفروض كدورك انت لازم تجيب جهاز فني منتخب هتجيب اللعيب هتوقع عليه الكشف الطبي، لعيب مصاب هتسيبه يرجع ناديه ويكمل برنامجه العلاجي. انا دلوقتي عندي ايمن اشرف مصاب والموضوع ده بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه لمنتخب مصر كمان لفايده منتخب مصر الفنيه حساس جدا، ان انت عندك ايمن اشرف من العناصر الاساسيه ومن العناصر اللي انا عارف ان كابتن حسام البدري بيقدرهم جدا على المستوى الفني، وهو من اللعيبه اللي دايما كابتن حسام البدري بيشيل بيها وبيختارها وبتلعب اساسي. ما ينفعش ان انا اغامر بيه ولا ينفع ان انا حتى اجهده في السفر. انا ليه اجهده في السفر وانا عارف انه ممكن ما يلعبش؟ يعني انت من رايك كمان ما كانش يسافر؟ لا يعني ما كانش يسافر، هو كان يعني الجهاز الطبي، يعني انا هنقل لك الصوره، الجهاز الطبي في المنتخب قال ايه، وان الكابتن حسام قال طبعا لو ايمن عنده اصابه اكيد مش هيشارك. الجهاز الطبي بيقول بيأهله لمباراه جزر القمر، ده اللي اتقال. ان طبعا انت زي ما انت بتقول المشكله ان في بعض العناصر اللي كان ممكن يتم اختيارهم جالهم ما اعرفش خبر بقى من النادي ولا كان في تواصل مع الدكتور ان هو مصاب وبالتالي ما راحش المنتخب. دي جزئيه لازم نتكلم فيها، ان لازم اللاعب يروح للمنتخب بيعمل عليه كشف طبي، دكتور منتخب يعمل عليه كشف طبي بيقول لا ده مش جاهز يرجع تاني النادي لحين طبعا استدعاء في الفتره اللي فاتت. ده ما تمش مع ايمن اشرف. ايمن اشرف دلوقتي عنده قرحه في الركبه، وانت عارف اصابه القرحه في الركبه بتحتاج لمعالجه خاصه جدا جدا، محتاج راحه كمان، راحه محتاج اجهاد. خلي بالك هي اصلا يعني دايما الدكتور يقول اللي عنده قرحه لازم تاخد فتره راحه. ايمن بالزبط. بيشارك بفترات متتاليه مع النادي الاهلي على جميع المسابقات، وبالتالي كان علامه استفهام سفر ايمن اشرف مع منتخب مصر. انا كنت اتمنى ان يتم الحفاظ على ايمن اشرف وما تبقاش في مغامره حتى بسفره. يعني كان حتى لو هيتم تجهيزه لمباراه جزر القمر كان ممكن يرجع يتمرن مع نادي، كان ممكن يكمل تدريب لوحده منفرد هنا ما فيهاش مشكله، لكن ان انا اجهده في السفر وبرده سفر ما زال في، يعني انا اتمنى ان كل اللعيبه تبقى في حاله جيده صحيا وبعيدا عن فيروس كورونا والكلام ده كله. لكن انا كنت شايف انه يعني زي ما انت ما وقعتش كشف طبي اصلا على بعض اللاعبين اللي اتقال انهم مصابين ومن انديه ثانيه، انت كان المفروض طالما وقعت الكشف الطبي على ايمن اشرف ومصاب باصابه سخيفه، يعني اصابه الركبه بالذات وبالذات خشونه في الركبه دي بتحتاج راحه وبتحتاج تعامل خاص وبتحتاج نوع من انواع الاهتمام الزياده شويه، فانا شايف انه ما كانش يسافر. ده اولا. ثانيا العتاب على كابتن حسام البدري، انه كابتن حسام
حضرتك كنت مدير فني نادي الاهلي قبل كده، حاليا موجود مدير فني لمنتخب مصر، حريصين طبعا على مصلحه المنتخب وكل شيء، لكن في النهايه انا ما ينفعش اغامر بلعيب ان انا ممكن اخسره فتره اطول من كده. ومباراه اعتقد مش مصيريه يعني، يعني انا باعتقادي كمان دي مش مباراه مصيريه، حتى لو مباراه مصيريه دايما اللعيب المصاب لازم الاولويه انه يريح. دي مباراه مش مصيريه، لكن تاني بنقول يعني انا من خلال يعني كمان اعرف الدكتور محمد ابو العلب بشكل كبير، تواجد معنا في الفترات اللي فاتت، كمان ما اعتقدش هيسمح بتواجد ايمن اشرف، لان الصوره بتتنقل اولا من الجهاز الطبي للكابتن حسام البدري طبعا رئيس الجهاز الفني، وبنقل له الصوره كامله، وما اعتقدش كمان كابتن حسام ممكن يجازف بايمن اشرف ويلعبوا المباراه يعني. ده بالتاكيد، لا انا ما اعتقدش ان هو هيلعب المباراه، لانه اصابات الركبه تحديدا ما فيهاش هزار يا كابتن هاني ولا اي اصابه، انا شايف انه دايما لو في لعيب مصاب الاحسن انه ما يلعبش، حتى لو هو اتحمل على نفسه، لان ده غلط، احنا شفنا اللعيبه اتحملت على نفسها كتير الفترات اللي فاتت، ولما نزلت اتحملت على نفسها تعرضت لاصابات طويله، فاتمنى انه ده ما يحصلش معايا من اشرف، وان شاء الله منتخب مصر هيكسب، لكن ناخد بالنا من الحاجات دي لانه ما ينفعش اخسر لعيب لفتره طويله. صحيح. طيب هنروح من ملف المنتخب، كل التوفيق طبعا لمنتخبنا، وان شاء الله باذن الله يعني التاهل من هناك في كينيا باذن الله لاول المجموعه. نروح ملف النادي الاهلي وعوده للتدريبات، يمكن امبارح بعد يمكن راحه سلبيه لمده 5 أو 6 أيام كان متواجد اللعيبه النهارده في عدد كبير جدا، حوالي 12 لعيب من قطاع ناشئين، طبعا في غياب يعني عندنا 13 لعيب على مستوى المنتخب الاول، منتخب الاولمبي مش متواجدين، فموسيماني كمان بيصعد بعض اللعيبه، واعتقد مش اول مره يعملها موسيماني، حتى في قدومه في الفترات الاولى كان دايما على علاقه وطيده جدا جدا بقطاع الناشئين. شايف الصوره دي ازاي؟ انا شايف انه خبر جميل جدا، انا لما شفت الخبر ده النهارده، فكره ان يكون عندك 12 لعيب ناشئ موجودين في مران فريق الاول مع المدير الفني والجهاز الفني بتاع الفريق الاول، وبيكتسبوا خبرات من اللعيبه اللي حواليهم اللي موجودين دلوقتي مع الفريق، ده نهج ايجابي جدا، انه بيقول برضو انه موسيماني عينه على القطاع، شايف اللعيبه. الحاجات اللي زي دي يا كابتن هي اللي بتدي فرص للعيبه الصغيره، ممكن يقعد طول الموسم بيأدي كويس مع الفريق الناشئين ويبقى متابع من الجهاز الفني للفريق الاول، لكن ما بتجيش فرصه ان هو يتمرن تحت ايد المدرب والجهاز الفني للفريق الاول. دي الفرصه دي جت النهارده، اللي احنا بنتكلم في عدد فرقه كامله 12 لعيب موجودين. صحيح. فبالتالي انا شايف انه من الاخبار الكويسه، وبتقول كمان ان الاهلي قطاع الناشئين دايما ناس تقعد تقول الاهلي بيجيب لعيبه جاهزه، الاهلي ما بيدورش في قطاع الناشئين، لا انا بشوف قطاع الناشئين بتاعي وبيوصلوا وبيتمرنوا مع الفريق الاول وبيكتسبوا خبرات، ومن الخبرات دي كمان بيبقوا مؤهلين بعد كده ان هم يدخلوا لو احتاجهم الجهاز الفني. كمان احنا بنشوف موسيماني طول الفتره اللي فاتت زي ما حضرتك ذكرت بيدخل بعض العناصر في قائمه المباريات احيانا من اللعيبه الصغيره وبيديهم فرصه، انا شايف انه ده خبر ايجابي قوي، وشايف انه كمان مستقبل النادي الاهلي في مجموعه اللعيبه دي. مجموعه اللعيبه دي كمان، وخلينا نتكلم واتكلمت في النقطه دي قبل كده واخد رايك فيها، ان كمان على مستوى البوزيشن عندنا اولاد، عندنا 12 ولد النهارده او 12 لعيب من قطاع الناشئين متواجدين، لازم يكون كمان في سيلكت يعني، في لعيبه لازم كمان نركز عليها، بنتكلم مثلا في ولد اسمه احمد اشرف ده باك شمال، واحنا عندنا شويه دلوقتي عندنا مشكله في باك الشمال شويه بعد طبعا اصابه علي ومحمود وحيد وايمن بيشارك في 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 البوزيشن ده، فكمان يكون في رؤيه واضحه للبوزيشن اللي ممكن جدا من خلال الفتره صغيره، مش هنقول فتره طويله، لكن موسيماني والجهاز الفني يبدا يدعم الولد دوت ويكمل معاه، وممكن يعمل بعض المباريات الوديه اشراكه في مباريات الكاس، تاهيلا بقى ان احنا كمان بناهل باك شمال عندنا او باك يمين او لعيب مميز يعني. بالظبط. لا اعتقد انه القطاع الناشئين كمان الفتره اللي فاتت معمول فيه شغل هايل جدا. مجموعه مدربين صراحة. الحقيقه على اعلى مستوى، نتائج كلها كويسه وكلها ايجابيه، بيحققوا يعني نتائج، اعتقد النادي الاهلي بيسيطر في كل المسابقات بتاعه الناشئين بنسبه كبيره جدا، فبالتالي الناتج بتاع القطاع ده هيكون مفيد للفريق قوي. انت عارف كمان يا عمر المفيد، بعيدا عن طبعا عن مسابقات الناشئين يمكن ونتائجها، بدا كمان جزء مهم جدا في قطاع الناشئين، بس روح الامل في اللعيبه الموجوده انهم قادرين او قريبين جدا من الوصول لهدفهم للفريق الاول، دي جزئيه. الجزء الثاني كمان على مستوى مدربي قطاع الناشئين، ان بدا كمان يخش في المنظومه ويبقى عنده موتيفيشن عاليه جدا بتواصل الجهاز الفريق الاول مع قطاع الناشئين، انه يبدا، لان كل مدرب في قطاع الناشئين نفسه ولد من ولاده كده يطلع ويمثل النادي الاهلي الفريق الاول، فتحس ان في انتعاش على مستوى الموتيفيشن على مستوى الطموح
ده كان في اعتقادي وانا كنت متواجد فترات في قطاع الناشئين. ده اتغير بنسبه 180 في الدرجه، بقى فيه امل للولاد ان هم لا احنا قريبين، احنا عربي بدر بيلعب، ده في ولاد طلعوا وحتى راحوا اعراض، فدوت كمان دفعه قويه جدا على النواحي المعنويه كمان لقطاع الناشئين. انا بالحقيقه يعني ببقى سعيد بالصوره دي، لانه دايما المواقف اللي زي دي فعلا بتطلع لعيبه بيبقوا بعد كده نجوم في الفريق الاول، بيكتسبوا الثقه، بيكتسبوا الشخصيه من اللعيبه اللي حواليهم، ابتدوا يحسوا ان هم فعلا قريبين من الفريق الاول وقريبين من انهم يحققوا حلمهم. واتمنى ان الفتره اللي جايه كمان يعني نشوف منهم ناس في المباريات ان شاء الله باذن الله. مش على المستوى الفني بس، كمان بنتكلم على المستوى الاداري. مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب يعني سفر سيد عبد الحفيظ امير توفيق ومعهم الكابتن خالد بيبو لاختيار تيشيرت النادي الاهلي في الموسم اللي جاي، ودخول كمان لاول مره قطاع الناشئين في المنظومه. يعني لازم يكون صوره الولد او اللي بيمثل النادي الاهلي في جميع المسابقات هي صوره تمثل كيان النادي الاهلي، ويبقى لبس اللعيبه الناشئين هو بالظبط هو لبس الفريق الاول. شفت برضو الجزئيه دي ازاي؟ لا يعني هي برضو من الاخبار اللي الواحد يحب يعلق عليها، لانه كمان ثلاث اسامي المسافرين، ثلاث اسامي كل واحد فيهم بيأدي في مكانه بشكل محترم قوي، مفيش غلطه تقريبا. شوف كابتن سيد عبد الحفيظ في دوره كمدير كوره، كابتن امير توفيق في التعاقدات وعلى مستوى التسويق، الحقيقه عامل مجهود جبار، ويعني من برضو الناس اللي تستحق الاشاده. كابتن خالد بيبو من الاكتشافات، يعني من الكوادر اللي اكتشفها مجلس اداره النادي الاهلي، والحقيقه في كل مكان بيكون موجود فيه بيستعين فيه النادي الاهلي خالد بيبو بيأدي بشكل رائع جدا. فكره انه دلوقتي في عمله مع الاكاديميات، وانه هيكون متواجد في فكره اختيار تيشيرت النادي الاهلي للموسم الجديد والفتره اللي جايه، وان الصوره تبقى واحده من اول الناشئ الصغير اللي في الاكاديميه لحد لعيب الفريق الاول. اعتقد انه ده الطبيعي في النادي الاهلي، وفكره انه الكوادر بتاعته بتسافر وبتختار وبتدي رايها وبتتواصل مع مجلس الاداره علشان منظومه الكوره كلها بتشتغل على كل الملفات، ده يعني شيء محترم قوي، وبتمنى لهم كلهم التوفيق، وان نشوف ناتج ده كمان السنه الجايه يكون فيه انجازات اكبر كمان باذن الله. ان شاء الله كل التوفيق. طبعا قطاع الناشئين هو اللي يمكن شريان باذن الله السنوات اللي جايه للعيبه مميزه من ولاد النادي الاهلي على المستوى ان شاء الله المحلي، ومشوار النادي الاهلي على كل المشوار اذا كان المحلي او الافريقي كمان. هم اكيد هيكونوا متواجدين بشكل كبير في منتخبات مصر، اذا كان منتخب شباب او منتخب اولمبي او حتى المنتخب الاول. طيب نروح لاوروبا. نروح لاوروبا بقى. اول حاجه في اوروبا، ويمكن كنت لسه بتكلم معاك قبل الهوا على كان في عيد ميلاد لوتا ماتيوس. طبعا لوتا ماتيوس اسطوره الكره الالمانيه والعالميه، كان احتفال بيه النهارده في المانيا. هم عملوا له النهارده بالظبط، عملوا له حاجه لطيفه جدا. يمكن كان هانز فليك ورودي فولر وروزا يعني عملوا فيديو كده بيهنوا فيه لوتر ماتيوس بعيد ميلاده. بلدوك يعني هم بيقلدونا دلوقتي. يعني عايز اقول لحضرتك برضو هي الفكره كلها مش انه عيد ميلاد لوتر ماتيوس بس، هي فكره الاهتمام باساطير الكوره في اوروبا وفي المانيا وفي الدول الاوروبيه كلها وعلى مستوى الانديه الكبيره وعلى مستوى الكيانات الكبيره رياضيا. هو ده اللي بيميزها، وهو ده اللي بيديها الهويه، وده جزء من رسم صوره النادي وتصدير المواهب الكبيره اللي عملت كارير وبقوا اساطير في اللعبه للاجيال اللي جايه تشوفها. يعني احنا لما مثلا بنحتفل بعيد ميلاد كابتن محمود الخطيب، ذكرى ميلاد كابتن صالح سليم، كابتن حسن حمدي، كابتن طارق سليم الله يرحمه اساطير النادي، لما جينا في مناسبه عيد ميلاد كابتن هاني رمزي، مش الغرض ان احنا بنحتفل بس بكابتن هاني رمزي، احنا بنحتفل برمز من رموز الكره المصريه، زي ما هم في المانيا بيحتفلوا بعيد ميلاد لوتر ماتيوس، ومدربين اكبر الانديه في الدوري الالماني بتحتفل بيه من اللي زملوه في الملعب او واجهوه. احنا عملنا ده في قناه الاهلي كتير مش مره واحده، يعني بنشوف الفيديو اللي عملته بونز ليجا، ده هانز فليك بيتكلم وبيهني ماتيوس بعيد ميلاده. هنا القيمه انه انا ده روزا كمان اهو في مونشن جلادباخ، و تشابي الونسو هيمسك مكانه للاسف خلاص اخر يعني خلاص اخر ايامه فعلا. رودي فولر كمان طبعا، ويعني الحقيقه القيمه هنا في اللي انا عايز اوصله، انه لما يكون عندك اسطوره لابد انه يكون التعامل معاها
انك تستفيد منها للاجيال اللي جايه، ان هم يشوفوا مثل اعلى، ان هم يشوفوا نجوم كبار في النادي وفي المنتخب الوطني، يكون الاهتمام بالشكل اللي احنا شايفينه ده. احنا بنعمل ده في النادي الاهلي، نتمنى ان احنا نشوفه كمان في منتخب مصر ونشوفه في الوسط الرياضي بتاعنا عموما بشكل كبير. على المستوى الرياضي طبعا النادي الاهلي بيقوم ده بشكل اكتر من رائع، ما بينساش ابدا اساطيره، سواء في المركز الاعلامي، سواء في قناه النادي الاهلي، في وسائل الاعلام الخاصه بالنادي الاهلي. هو ده اللي بيميز النادي الاهلي عن اي مكان تاني. صحيح، احنا بنشوف اللي احنا بنعمله هنا برضو بنشوفه في اوروبا، واحنا بناخد منهم وهم بياخدوا مننا، والافكار كتير. لكن صحيح، الفكره كلها ان انت تقدر تسوق الاساطير بتوعك، علشان هم دول اللي جزء من تاريخك، وهم دول اللي اجتهدوا في الملعب طول الفترات اللي فاتت علشان تظهر الصوره دي للناس. تتمنى ده يحصل على مستوى خاصه اتحاد الكوره، يعني يكون بشكل احنا في سنه مئويه يا كابتن هاني، بشكل افضل. انت احنا داخلين طبعا يعني على سنه المئويه دلوقتي. بالظبط، احنا في سنه المئويه، ولابد ان يكون في، يعني انا اثق جدا في اداره اتحاد الكوره ان هي مش هتفوت المناسبه دي بدون ما يكون فيها نوع من انواع الاداره الحكيمه للمشهد، لانه مئويه اتحاد الكوره دي ده الكوره المصريه كلها. صحيح، يعني مش بس بقى نجوم منتخب مصر، لا، انت عندك نجوم منتخب مصر واتحاد الكوره بتاريخه، برؤسائه، باعضائه، بمواقفه، بانجازات المنتخب، بمراحل تطور الكوره في مصر. الحاجات دي كلها محتاجه ان يكون فيها نوع من انواع الكرياتيفيتي برضو، او الابداع في ان انت تظهرها. مش هيجي لك فرصه احسن من المئويه اللي انت فيها دلوقتي. صحيح، وانت كمان من اهدافها طبعا بتكرم الاسطوره او النجم، وتبقى كمان بتدي مثل للاولاد اللي طالعين. بالزبط، انك عندك مثل حتى على مستوى خدمة البلد، على مستوى المنتخب الوطني، لما بتبرز هؤلاء الأساطير وهؤلاء النجوم، كمان الأولاد الصغيرين مثل يحتذى به وبيمشوا على نفس المسيرة يعني. بالظبط. نروح على بطولة أوروبا، يمكن تصفيات بقى كأس العالم هناك في أوروبا. بالظبط، تصفيات مهمة جدا ومباريات كبيرة جدا. يمكن هنبدأ شوية مباراة فرنسا وكرواتيا وأوكرانيا، آسف. ولما بنجيب سيره اوكرانيا اكيد بيجي نجم كبير زي شيفشينكو، طبعا من اساطير كره القدم، انا متهيألي على مستوى العالم، لكن كمدرب يقدر يحقق معاهم نجاحات على المستوى الدولي، وخاصه هيتصادم مع ديشامب في مباراه صعبه جدا. يمكن انا لما بسمع شيفشينكو بيجي لي شيفشينكو اللاعب بتاع نجم الميلان ودينامو. اول صوره بتجي لك الميلان ولا لا؟ دينامو كيف، لما جاب 3 اهداف في برشلونه هناك في برشلونه في كامب نو، كانت يعني ما كررهاش الا مبابي بعدها ب 24 سنه تقريبا يعني. فدايما افتكر له المباراه دي. النقطه الاهم انه شيفشينكو الحقيقه مسيرته التدريبيه جيده جدا مع منتخب اوكرانيا لحد دلوقتي، حتى في بعض المباريات الكبيره قدر يقدم مباريات قويه جدا. يعني ده تمرين منتخب اوكرانيا، والحقيقه شيفشينكو لعب كمدير فني بقى 41 مباراه مع منتخب اوكرانيا، عمل 21 فوز وتعادل 9 مرات وخسر 11 مباراه بس، وده معدل جيد جدا لمدرب بيبتدي مع منتخب طموح. يعني هو برضو اوكرانيا ما فيهاش مواهب كتير قوي على مستوى الكوره، يعني مش هتجيب كل سنه لعيب زي شيفشينكو، لكن كمدرب هو ممكن يفيد بقى بخبراته، لانه كمان اشتغل مساعد قبل كده في منتخب اوكرانيا، وبعد كده بقى المدير الفني. فانا شايف انه النتائج بتاعته جيده، لكن هو اخر مباراه بالمناسبه لعبها مع فرنسا وديت غلب 7، ودي كانت قريب، لكن اعتقد ان الودي غير الرسمي، وان المنافسه على المستوى الرسمي هتكون مختلفه شويه، لكن المباراه دي هتكون مباراه حلوه. ديدييه ديشامب عنده مجموعه لعيبه، يعني هو بيحتار في الاختيارات. صحيح، حتى وهو بيستبعد مثلا كريم بنزيما طول الوقت علشان المشاكل بتاعته هناك. كان في انتقادات كتيره جدا. طبعا، يعني انتقادات كتير، حتى زيدان ما حبش يدخل فيها. بالظبط، يعني ما حبش ان يلمس كده من بعيد. بالزبط، وقال طبعا ديشامب كمان مدرب كبير وقادر على الاختيارات، لكن تألق بنزيما في الفترات الاخيره ويعتبر هداف الريال وبيأدي اداء اكتر من رائع، كان في علامه استفهام كبيره على عدم عشان القضايا بتاعته. يعني هو الموضوع سياسي بحت، بره الكوره يعني. الكوره بالظبط. لكن ديشامب وزيدان عجبني السجال اللي كان بينهم كده، ده اتكلم كويس، وديشامب قال انا شايف انه زيدان عامل مسيره كبيره جدا، ممكن يبقى المدرب بتاع منتخب فرنسا. صحيح، بعد كده فهم الاثنين ردوا على بعض بطريقه حلوه قوي يا كابتن هاني. يعني انا بيعجبني شياكه المدربين الاجانب برده في التعامل، بالذات في الحاجات اللي زي دي بنشوفها مثلا مع هانز فليك وياكيم لوف، نفس الحكايه، تلاقي ديشامب وزيدان بيتكلموا بنفس الطريقه. بالظبط، حتى على مستوى كمان الشامبيونز ليج كان في مباراه ما بين لايبزيج وليفربول، كان في حوار اكتر من رائع، حتى بالفيديو كول مع طبعا كلوب وناجزمان، حاجه رائعه جدا. بالزبط، جدا، بعيدا طبعا عن منافسات الكوره، بتلاقي في شياكه كده واحترام الاحترام للاخر. دي يعني حقيقه، يعني انا عجبتني حكايه ديشامبو زيدان بصراحه، يعني حاجه يتعلق عليها حلوه.
طيب من المباريات كمان المهمه، يعني في مباراه طبعا ما بين منتخب اسبانيا واليونان، دي اول مباراه برضو انريكي، نروح لانريكي وفرصه بالنسبه له انه يحقق حاجه على المستوى. طبعا منتخب اسبانيا دائما وابدا بيقدم كوره جميله، منتخب اليونان انا دايما مسميه منتخب المفاجآت على مستوى الكره الاوروبيه بعد 2004 بالظبط. يعني بعد 2004 هو يعني مرتبط بالمفاجآت، بس المفاجآت اعتقد انتهت مع رحيل اوتو ريهاجل عن تدريب منتخب اليونان، لانه مر بمراحل صعبه شويه، استعان بالمدرسه الالمانيه تاني مع مايكل سكيبا، وبعد كده مايكل سكيبا ما قدرش انه يكمل ولا يصعد كاس عالم، وبعد كده مشي مايكل سكيبا جابوا مدرب يوناني يعني من الكبار في السن شويه وما كملش. دلوقتي هم معاهم مدرب هولندي، مدرب اسمه جون فان سخيب. جون فان سخيب كان بيلعب في اياكس بالمناسبه، ودرب في اياكس فتره طويله جدا، كان مساعد مارتن يول، كان مساعد كو ادريانسي، فهو عنده خبرات تدريبيه جيده وماشي كويس مع منتخب اليونان. الظروف خدمته طبعا مع منتخب اليونان ان هو بدا بمباريات سهله، فهو يعني لعب معاهم 14 ماتش كسب منهم 7، كسب نص الماتشات لحد دلوقتي، نسبه كويسه 50%. لكن مع منتخبات ضعيفه، مولدوفا، ارمينيا، يعني ما اعتقدش ان هي دي الاختبار الحقيقي. هنا اول اختبار حقيقي انه لاعب منتخب اسبانيا، منتخب اسبانيا انريكي عامل مجموعه من اللعيبه الشباب، بيدي فرصه لبيدري دلوقتي من برشلونه، واعتقد انه كمان يعني هو عنده اريحيه لانه عنده الاختيارات كتير. والمرحله اللي فاتت اخر شهر تقريبا في الدوري الاسباني كمان منافسه زادت شويه عن الاول، كان الاول اتلتيكو كان بعيد، واللي بعد كده ريال مدريد وبرشلونه، وكانت الدنيا صعبه، لكن دلوقتي كله بيتنافس وبالفرق بدات تقرب من بعضها، بدا في لعيبه كتير تظهر. لما ياخد لعيب عنده 18 سنه من برشلونه اعتقد انه ده يحسب لانريكي ان هو بيحاول يجدد برضه دماء المنتخب الاسباني، لكن هو اكيد هو المرشح للفوز في مباراه زي دي. اليونان معاها جورجيا وكوسوفو واسبانيا والسويد، يعني برضه مجموعه صعبه قوي. انت بتتكلم في السويد واسبانيا طبعا هم المرشحين، جورجيا كوسوفو هيبقوا بعيد قوي، لكن اعتقد انه اليونان صعب، لان اليونان صعب انها تعمل مفاجاه دلوقتي. لازم شويه ندخل في الماتشات الاول نشوف هيعملوا ايه مع السويد. هم ممكن يبقى عندهم 6 نقط شبه مضمونين مع كوسوفو ومع جورجيا بالظبط، لكن في قدام بقى السويد قدام اسبانيا اذا حصلت مفاجاه ممكن يبقى اليونان مرشح المفاجاه، بس ما اعتقدش ان الجيل اللي موجود دلوقتي من اللعيبه زي جيل 2004. لا جيل 2004 يعني ما كان استثناء بالظبط، ما تكررش طبعا. اوتو راجل كان عامل كان معاه بقى كاسورانس وكان معاه كارجونس وكان لعيبه بتلعب في الانتر صحيح. وكانت لعيبه بتلعب في المانيا، كان عنده خريستياس اللي جاب جول الماتش النهائي، كان برده كان بيلعب في اياكس امستردام وقتها، بعد كده راح شالكا، يعني كانت مجموعه مختلفه تماما عن كواليتي اللي موجود دلوقتي. دايما في لما نجيب الخريطه بتاعت اوروبا كده دايما بلجيكا يعني عندها قماشه رائعه من اللاعبين. حظوظ بقى بلجيكا ايه كمان في التاهل يا عمر؟ لا بلجيكا اعتقد انه منتخب مستقر جدا مستوى جدا الفني على المستوى الفني وعلى مستوى حتى ظهور المواهب اللي عنده. يمكن هو خسر هازارد بسبب اصابات هازارد، لكن عنده دي بروينا وعنده مجموعه لعيبه حتى في خط الدفاع اقوياء جدا. النقطه الاهم من كده انه لو حضرتك تلاحظ يا كابتن هاني، بلجيكا بدات بالجيل اللي لعب ضدكم ماتش ودي في بلجيكا وخسر. من الجيل ده بدات كل شويه تتطور من 99 لحد النهارده، لان بداوا مع جورج لاكنز ثم مشيوا بقى مع فيركاوترن ومع هنري فتره ومع فلومس ومع مجموعه مدربين قدروا ان هم يطلعوا اجيال وعندهم خطه شغالين عليها من سنين طويله تقريبا من سنه 2000 بيشتغلوا على الخطه دي كمان. فانا اعتقد انه بلجيكا ومع التصدر التصنيفي العالمي من فتره طويله وماشيين كويس جدا، بيحققوا نتائج ايجابيه، ماتشات بيعملوا ماتشات كبيره قوي، هذا تدريب منتخب بلجيكا اعتقد ان هم لا مرشحين بشده ان هم يحسموا الصعود بدري في المجموعه بتاعتهم. يعني لوكاكو اعتقد ان هو بلجيكا معاها ويلز ومعاها تشيك ومعاها بيلاروسيا ومعاها استونيا، يعني عندها برضو الموضوع مش صعب، هو التشيك اللي هيبقى شويه بيبقى عندهم مواهب وبيطلعوا لعيبه بتلعب بقوه جدا على ارض الملعب، فهي ممكن اللي تبقى مرشحه مع بلجيكا للمنافسه. طبعا يعني هسالك سؤال كده بقى، هناخد من الصوره لوكاكو يعني تألقه في السيريا مع الانتر، في انباء بتقول انه ممكن يروح المان سيتي او المان سيتي عينيها على لوكاكو، هل ممكن يكون انتقال في الصيف لوكاكو للمان سيتي، ولا انت شايف ان لوكاكو مستمر مع الانتر والمان سيتي مش محتاج، يعني مش محتاج راس حربه بقدرات لوكاكو؟ هو اعتقد انه مان سيتي او اي فريق في العالم هيحتاج لعيب زي لوكاكو، لكن المشكله ان ظروف انتر ميلان او ظروف الكره الايطاليه كلها دلوقتي، بالمناسبه في مثلا اكتر من نادي في ايطاليا
في السيريا معروض للبيع، يعني سامبدوريا، جنوا، الانديه دي كلها بتدور على مستثمرين. انتر بيدور كمان انه يزود استثماراته، فاعتقد انه على حسب وضع انتر المالي السنه اللي جايه هو اللي هيحسم وقتها. وانا اعتقد انه الفتره اللي جايه لا، ممكن لعيبه كتير تقعد في انتر لانه هياخد دوري، هيلعب دوري ابطال، مكون فريق رغم كويس، رغم خروج من الشامبيونز ليج يعني، بس السنه اللي جايه خلاص دلوقتي بطل، يعني شبه بقى حسم الدوري، حسم الدوري الايطالي، ومعاه فريق قوي ومتجانس قوي. يعني لما تتفرج يا كابتن على انتر ميلان انا بتعب من اول دقيقه بيجيبوا جوان. دايما تلاقي يبدا الماتش الحكم يصفر، لوكاكو جاب جول. طيب لو تارو معاه، لو تارو ولوكاكو بيبدلوه مع بعض، حاجه مش طبيعيه. على المستوى الفني عندهم ثبات في المستوى السنه دي قوي جدا، اداء قوي، اهداف، بيتحرك كويس قوي. لوكاكو رغم التكوين الجسماني بتاعه القوي قوي، لكن رهيب، سريع بشكل مبالغ فيه. صحيح. يعني حتى ولوكاكو عنده ميزه انه ممكن يلعب لك على الاطراف، وممكن يبقى في العمق، وممكن في الكرات الثابته يتصرف، وبيلعب عرضيات بشكل رائع جدا، بيصنع اهداف. بنشوف ده في المنتخب البلجيكي ساعات بيطلع على الطرف شويه، وعنده حلول كتير. حلول كتير. فانا اعتقد انه هيكون هدف لاكبر الانديه خلال الفتره اللي جايه في الانتقالات، لكن اعتقد انه ممكن يكمل في الانتر السنه الجايه. طيب هنروح لظاهره، يعني لو اتكلم على ظاهره كره القدم دايما بتقول رونالدو وميسي، كمان بيخش ابراهيموفيتش كظاهره، يمكن ظاهره مختلفه شويه. رجوعه بعد طبعا يعني اعتزاله من 5 سنين للعب الدولي، رجوعه كمان للمنتخب السويدي، انت شفته ازاي؟ انا شايف ان هو بيدور على هدف في كاس عالم، انه يصعد كاس عالم ويسجل هدف في كاس عالم، لانه ما سجلش في كاس العالم. اعتقد انه هو بيدور على دي، بيدور على انه يضيف رقم ناقص عنده في مشواره، لانه هو الهداف التاريخي لمنتخب السويد، لعب ماتشات كتير، 112 ماتش تقريبا مع منتخب السويد. فكره ان هو بس بكى في المؤتمر الصحفي لما اتسال عن رد فعل ابنه والعائله على عودته لمنتخب السويد، الحقيقه هي صوره معبره قوي. يعني هو برضو ابراهيموفيتش الكاريزماتيك اللي دايما تصريحاته مثيره للجدل، وعنده الغرور على اعلى درجه يعني، لكن فكره العوده للمنتخب وانه في رقم لسه ما حققوش، فهو عاوز يرضي غروره بتحقيق الرقم ده بانه يسجل في كاس العالم. كمان اعتقد ان ابراهيموفيتش بمسيرته والكارير بتاعه دلوقتي هو صعب انه ياخد قرار الاعتزال، واضح ان هو من المشهد ده هو مش عاوز يعتزل، هو عاوز يكمل، ولدرجه انه يرجع تاني منتخب وما عندوش مشكله بعد الاعتزال من 5 سنين انه يرجع تاني ويأدي. ولكن المدرب بصراحه يان اندرسون اتكلم وقال انه مش معنى ان انا اخذت ابراهيموفيتش ان هو ضامن مكانه اساسي في المنتخب، بس كان كمان في بعض الانتقادات. ابراهيموفيتش في فترات سابقه كان عنده بعض الانتقادات على مستوى الاداره الفنيه للمدير الفني، بالرغم عن كده اول ما راح كان في جلسه، يعني جلسه جمعتهم مع المدير الفني، وهو حتى ابراهيموفيتش قال احنا متفقين على الهدف، وقال بعض الجمل كده برضو عايز اخد رايك فيها ونطبقها برضو على رياكشن اللعيبه المحترفه وقراراتها. اسطوره كبيره زي ابراهيموفيتش لما اتسال على عمليه التجديد في الميلان قال انا لما هجدد في الميلان مش هجدد علشان اسمي، انا الاول لازم اثبت جدارتي في السيريا من خلال ادائي، وبالتالي عمليه التجديد هتكون محسومه. ده قيمه كمان لعيب كبير، بالرغم ان احنا بنقول عليه يعني مغرور الى حد كبير، لكن ان هو يطلع بالتصريح ده ويقول تقييمي في الملعب هو اللي هيخليني اجدد مع الميلان، ده كمان شيء مميز. يعني هو ده الصح، لانه برضه احنا واجهنا ازمات زي دي هنا في مصر، ممكن يكون اللعيب مش قادر على العطاء، او حان وقت الاعتزال وتعليق الحذاء، لكن بيبقى يعز عليه انه يطلع من الملعب وعاوز يجدد في النادي اللي هو فيه وبقيمه ماليه كبيره. لكن عنصر الزمن بيفرق، لما تحس ان انت كلاعب كوره انت اللي بتبقى بتقيم نفسك، وعارف انت تقييمك في الملعب ايه، وعارف انت قادر تادي ولا لا، وعلى حسب ادائك هو اللي هيحسم انت المفروض تجدد ولا لا. وبالتالي ابراهيموفيتش بنفسه لما هو بيقول حاجه زي كده، زي برضه ما شفناه في المؤتمر الصحفي، لما يطلع يقول ان انا تقييمي في الملعب هو اللي هيحسم تجديدي او استمراري مع الميلان، لانه في سن ال 40 سنه. صحيح. فاعتقد انه ده يعني درس في الكوره برضه، يعني درس في الكوره، لانه اللعيب هيقيم نفسه والملعب هيقيمه. وده شفته كمان في الدوري الالماني، خاصه الالمان عندهم يعني عندهم تحديد الاعتزال بشكل كبير جدا، خاصه كمان على المستوى الدولي. يعني بعض اللعيبه، انا باخد دايما مثال فيليب لام كان طبعا عنصر مهم جدا في تاريخ الكره الالمانيه، كان مازال قوه ضاربه في البايرن، ولكن في وقت معين قال خلاص انا هعتزل دولي. كذلك كلوزا طبعا الهداف التاريخي لكاس العالم، في فتره من الفترات كان متالق جدا مع روما وبيلعب بشكل كبير، لكن قال خلاص انا على المستوى الدولي ستوب.
هل الثقافة ديت مش موجودة عند لاعبتنا امتى ياخد القرار في الوقت المناسب ودايما عنده طموح ان هو يتواجد وبيحارب انه يكون متواجد؟ الثقافة دي ممكن تختلف في وقت من الاوقات يا عمر؟ هي لازم تختلف الفترة اللي جاية، لانه احنا في مرحلة كمان تغيير اجيال الفترة اللي جاية. يعني احنا شفنا بعد 2010 عندنا تغير جيل في المنتخب، والجيل اللي موجود دلوقتي ده هو نتاج للي حصل من بعد 2011 واولمبياد لندن وكاس عالم للشباب، وبعد كده محاوله للصعود لكاس العالم 2014 ولم تكلل بالنجاح، بعد كده محاوله تانية وصعد 2018. كل ده السنين دي بتصفي مجموعه لعيبه، مظبوط، اللي هيبطل هيبطل، واللي موجود والجديد واللي هيثبت جدارته في الملعب هو اللي هيكمل لحد ما وصلنا للقوام اللي موجود دلوقتي. وبالتالي اللعيب ما يستناش ان هو يتم استبعاده من المنتخب او يفشل في التجديد في فناديق، او ان هو يدور على تقدير في مكان تاني، او يحاول انه يدور طب انا هستفيد ماليا ازاي. في مرحله انت المفروض تستفيد فيها ماليا. بمناسبه منتخب اسبانيا، احنا شايفين راموس موجود في معسكر منتخب اسبانيا في الوقت الحالي. صحيح. راموس عنده طموح انه يبقى عميد لاعبي العالم، بالمناسبه عاوز ياخد الرقم من احمد حسن، وقرب منه اعتقد 7 ماتشات كمان وهيبقى هيعادل الرقم وهيتخطى الرقم ده. فراموس عنده كام سنه؟ راموس عنده 34 سنه، لكن اذا مش هيأدي مش هيبقى موجود، حتى لو هو عنده رقم شخصي وطموح شخصي وغيره وغيره. صحيح. لكن في النهايه هو تقييمه في الملعب هو اللي هيحسم. راموس شايف انه يقدر يأدي، انريكي شايف ان هو عنصر ممكن يكون موجود في المنتخب، وبالتالي خلاص هيكمل، لكن بعد كده ممكن يتم قرار اعتزال دولي، ممكن قبل ما يكمل مثلا يبقى عميد لاعب العالم، عادي جدا. الموضوع مش مرتبط بارقام ولا يعني مشاركات شرفيه، انت مرتبط بمصلحه منتخب ومصلحه. صحيح. فريق. اذا انت هتفيد المنتخب هتبقى موجود، لكن انت شايف انك مش هتفيد المنتخب ما تحاولش ان انت تقلل من تاريخك بعد كده. ما هو اللعيب اللي بيحاول انه يضغط على نفسه زياده، كلمه ابراهيموفيتش فعلا يعني اللي احنا بنناقشها دلوقتي دي هي كلمه عبقريه، انه انا طول ما تقييمي في الملعب كويس انا اروح منتخب واجدد في فريقي واطلب فلوس واعمل اللي انا عايزه، لكن وانس ان انا ما باديش وبطالب بحاجه انا بقلل من نفسي في الملعب وتاريخي اللي فات كله. وبرده قال من ضمن الكلام اللي قاله كان دعابه ما بين قوسين وهو ما كانش بيضحك فيها، كان قال مع ان افضل لاعب في العالم لكن عليا ان اثبت دوت للميلان، واثبت الكلام ده كمان على مستوى المنتخب. يعني هو دمه خفيف في الحاجات دي قوي يعني، بصراحه بيحب هو يركز في كده انه افضل لعيب في العالم. دايما مره قالوا له مين افضل لعيب في العالم؟ قال لهم رونالدو، رونالدينيو، ميسي. قالوا له طب وانت؟ قال لهم لا انا ما بتقارنش بالناس دي اصلا. على مستوى صعب جدا. لكن طبعا عودته اعتقد عوده مهمه جدا كمان لمنتخب السويد. نروح لسريعا البرتغال، منتخب البرتغالي. هل بعض التقارير الاوروبيه بتقول هل مورينيو قريب في خلافه طبعا فرناندو سانتوس للقياده الفنيه للبرتغال، ولا انت شايف الامور بعيده؟ هو فعلا انا قريت تقارير صحفيه في انجلترا تحديدا ان ممكن مورينيو ما يجددش وما يكملش مع توتنهام، وانه عنده عرض شفهي من منتخب البرتغال وانه يكون موجود مدير فني لمنتخب البرتغال. تصريحات فرناندو سانتوس كمان النهارده بتقول انه في تركايه في الموضوع، انه سقف الطموح عالي قوي، انه الجمهور البرتغالي والاتحاد البرتغالي عاوز يكسب كاس العالم. فهو قال انا ما ينفعش اتعامل على ان انا احلم ان انا اكسب كاس عالم، وانا شايف ان البرتغال عندها عناصر قادره انها تنافس عليا بطوله، لكن لازم اتعامل مع التصفيات ان انا ما صعدتش اصلا كاس العالم لحد دلوقتي. صحيح. ما اقدرش ان انا اقول ان انا في مجموعه سهله او بسيطه او ان انا اقدر اكسب كل المنتخبات دي، لكن انا في النهايه ما صعدتش كاس العالم لسه. لما اصعد ابتدي افكر بعد كده ارفع سقف الطموحات والاحلام، لكن مش هتتحقق الا بالعمل على ارض الملعب. فرناندو سانتوس اعتقد انه ادى وجاب القاب، جاب بطوله اوروبا ونافس في عامل نتائج جيده جدا، نافس جيد ونافس بمنتخب ما كانش كله عناصر قويه يعني، لكن اعتقد ان مورينيو ممكن يكون قريب فعلا. قريب. طيب نروح من اوروبا سريعا لشمال افريقيا. كان في مشكله يعني جمال بالماضي، في مشكله مع رئيس الاتحاد مش هيجدد الملف ده، برضو الساده المشاهدين حابين يعرفوا تفاصيله. هو طبعا باختصار شديد خير الدين زاتش رئيس الاتحاد الجزائري قرر انه مش هيترشح تاني لرئاسه الاتحاد الجزائري، مش هياخد ولايه تانيه في رئاسه الاتحاد الجزائري. وده طبعا بعد هو حصل له نوع من الاحراج في انتخابات الاتحاد الافريقي. صحيح. انه تم استبعاد ملفه في البدايه عشان عقوبات، وبعد كده رجع بالكاس رجعته المحكمه الرياضيه الدوليه، فهو قرر مش هيترشح تاني. ربطت الناس هناك ما بين انه خير الدين زاتش مش هيترشح تاني وانه جمال بالماضي هيكمل ولا لا، وبداوا يصدروا له ازمات بفكره انت ليه ما استدعيتش ديلور لمعسكر منتخب الجزائر، وبدا يبقى في خلاف في الاعلام الجزائري كمان. بالرغم ان جمال عامل نتائج يعني اكتر من رائعه، عامل منتخب يمكن طبعا بعد فوزه بكاس افريقيا في 2019 في مصر، وكان
يعني عنده كمان نجوم كتيره جدا على مستوى المحترفين. المنتخب ما تكررش من 90 من لما خدوا امم افريقيا 90 ولما كانوا بينافسوا واحنا صعدنا كاس عالم. فانا اعتقد انه جمال بالماضي هيكمل، لكن انا اكيد هيبقى في تغيير في الاتحاد الجزائري. خلاص خالد الدين زلشي مش هيبقى موجود، هيبقى في طرح اسماء جديده انها تترشح. فاعتقد ان الكره الجزائريه هتشوف يعني هتشهد هزه شويه من الناحيه الاداريه اداريا، لكن مش جمال بالماضي هو اللي عليه الدور، هو ويعني عزيز بوراس، وده من العناصر المسيطره جدا جوه الاتحاد ومع المنتخب، ان هم يقفلوا على منتخب الجزائر وبعيدا عن المشاكل الاداريه الفتره اللي جايه، لانها فعليا ممكن تاثر على المستوى الفني. صحيح. اذا ما تمش فصل الاداره الفنيه للمنتخبات عن فكره انه في تغييرات اداريه في الاتحاد الجزائري، وده كان سبب واضح وكبير جدا في يعني بعد المنتخب الجزائري فترات طويله عن التتويج وعن الظهور بمستوى جيد. كان في تخبط واضح في الاداره او في اتحاد الكره الجزائري مع المديرين الفنيين. فنتمنى طبعا كل التوفيق لمنتخب الجزائر، يعني منتخب شقيق، وطبعا نتمنى كل توفيق اكيد لمنتخبنا المصري ان شاء الله بقياده الكابتن حسام البدري وكمان الكابتن شوقي غريب. عمر بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا كالعاده. ضروري كابتن هاني، وبشكرك شكرا جزيلا. شكرا ليك عمر، وان شاء الله هنستناكم الثلاث اللي جاي باذن الله. دي كانت نهايه فقرتنا الحواريه، بعد الفاصل ان شاء الله معنا الكابتن الكبير عادل تعيم. الحقيقه في الفقره دي بنتكلم عن اكتر من شق، يمكن اهمها استعدادات المنتخب الوطني زي ما كنا بنتكلم عن مواجهه نيروبي. طبعا النهارده بنتكلم عن هذا المنتخب بقياده مديره الفني حسام البدري ومرانه الاخير صباح اليوم، بعد كده توجه لمطار القاهره، سافر للعاصمه نيروبي علشان مواجهه كينيا ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي في منافسات الجوله الخامسه من التصفيات المؤهله لنهائيات كأس الأمم الأفريقية. النهاردة كان في مشاركة الحقيقة للثنائي المحترف دوليا، النني لاعب أرسنال وتريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي، بالإضافة طبعا لمشاركة عبدالله جمعة لاعب الزمالك اللي انضم لهذا المعسكر. والنهاردة حتى من خلال يمكن المشاهد اللي تعرضت كان أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكورة النهاردة اللي بيترأس البعثة ومعاه عضو الاتحاد احمد حسام عوض كانوا موجودين في الاستاد، وبعثت المنتخب بالفعل غادرت المطار مطار القاهره الساعه 3 العصر ووصلت للعاصمه الكينيه نيروبي على متن طائره خاصه. طبعا هنا منتخب كينيا بيحاول هو الاخر خلال الفتره الاخيره تحديدا ان يكون له وجود على الساحه الافريقيه وانه يشارك في امم افريقيا. طبعا ده حلم مشروع وكل واحد من حقه انه يحلم، لكن خلينا نقول ان النهارده منتخب كينيا كمان بيضم 11 لاعب محترف يا جماعه خارج كينيا، 3 من السويد، 2 من جنوب افريقيا، 2 في زامبيا، 1 في كندا وتركيا واليابان والمغرب. يعني المباراه باختصار مش هتكون سهله ابدا ابدا على منتخبنا الوطني زي ما في البعض الكتير ما بيتوقع. يعني خلونا ندخل بقى في تفاصيل حلقتنا ونتكلم عن استعدادات منتخبنا الوطني بشكل تفصيلي اكتر مع الكابتن الكبير منورنا في البيت الكبير كابتن عادل طعيم. شرفنا يا كابتن. كابتن هاني مساء الخير يا كابتن. مساء النور يا حبيبي. منورنا يا كابتن. يا نورك يا حبيبي. دايما سعداء بوجودك معانا كرم. بجد والله ربنا كرم. لان وجهات تحليليه مختلفه واراء مختلفه، يمكن سهام سردت من خلال المقدمه ان المنتخب الكيني منتخب على مستوى المجموعة بيقع في المركز الثالث، عنده 3 نقاط، ولكن شكله لسه عنده طموح في العودة للمنافسة حتى للصعود. شايف مباراة مصر ازاي امام المنتخب الكيني في كينيا ان شاء الله، واهميتها المنتخب مصر على المستوى الفني وعلى مستوى تصدر المجموعة ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية طبعا بأشيد بتحليل سهام على الفريق الكيني، فريق بيضم 11 نجم فيهم عناصر بتأدي الجانب الهجومي بشكل قوي جدا. الباك ليفت عندهم باك رائع جدا، في مميزات وفي جمل معينة بيأدوها، يعني من ضمنها الباك الشمال دايما بيلعب من التلت الهجومي، ما بيوصلش للراية وبيلعب الأوفر، لا من التلت الهجومي بيروح عامل الكروس للرأس الحربة بيطلع اللونجا بتاع الدحيل اعتقد. ايوه بتاع الدحيل بيطلع، وطبعا بيبقى تمرينه بيشتغلوا عليها بشكل جيد، ساعات بيلعبها عاليه وساعات بيلعبها على الارض. الثلاثي الهجومي مع الهاف الديفندر او
بيحاول دايما ان هو بيزيد دايما في الهجمات، بيأدي الواجب الدفاعي بشكل جيد جدا، عنده مجهود وافر. عندهم ثغره يمكن هي قلب الدفاع، عنده عيبين. العيب الاولاني انه لما بيقطع الكوره عنده من الثقه والغرور انه لازم يرقص المهاجم اللي ضغط عليه. احيانا بينجح واحيانا كتير بيفشل ويتسبب في اهداف. الحاجه الثانيه العيب الخطير ان انا كمدافع مكلف ان انا ابقى مع راس حربه. راس الحربه ده لما احيانا انا بسرح وابصص على الكوره وسايب الراجل اللي انا مكلف ان انا اتولى اللي انا براقبه، فبرضو اهداف كتير قوي بتيجي في الفريق نتيجه الخطا ده. بصت لايه الكوره مع الوينج رايت، هو بيبقى مع الكوره باصص على الكوره بس يعني. وسايب، وده خطا شائع في افريقيا عموما. يعني الجانب المصري طبعا عندنا مثلث هجومي طبعا قوي جدا، محمد صلاح هيبقى ورقه رابحه جدا مع الراجل الثغره الكبيره ده وانه بطيء شويه. طبعا تريزيجيه من ناحيه الشمال، وطبعا مصطفى التسديد والكرات العاليه في نص الملعب. يمكن احنا في الاراء كلها مختلفه، لكن اللي انا شايفه انه هيدي فرصه اعتقد يمكن للنني لطارق. سوليه ونني ولا سوليه وطارق ولا نني وطارق؟ ايه تتوقع ايه في نص الملعب؟ والله فكر حسام، اعتقد انه هيدي للنني ويدي لطارق. ممكن طارق طبعا خط الظهر، وغير طبعا كمان قفشه تحت اللي حضرتك اتكلمت على ثلاثي هجومي، بتتكلم على تريزيجيه. في قفشه طبعا قدامهم، انا بتكلم على الاثنين اللي فيهم احتمال يكون فيهم خلاف. الاثنين يعني ديفندر. انا متفق معاك ان خاصه طارق بيأدي بدور دفاعي اكبر شويه، يعني عمرو السوليه متميز جدا في الحاله الدفاعيه والهجوميه، لكن هجومي اكتر. شايفين النني كمان مع ارسنال بدأ ياخد ويستعيد الثقه بشكل كبير جدا، وبدأ يعمل دور 8 او رقم 8 بشكل اكتر من رائع، ان هو اللي بيزيد وبيبدأ يزيد في الحاله الهجوميه، وبالتالي اعتقد طارق حامد هو ممكن الاختيار الاول للكابتن حسام جنب النني. الحاجه الثانيه ان هو برضو لو برضو في تغييره مهمه، هو واخد حمدي فتحي، انه في حاله ان احنا جبنا جول او جولين او حاجه هيحاول ان هو يأمن، فممكن جدا يعني في وسط الملعب يعمل ستار على خط الظهر بتاعه، فممكن جدا ياخد قفشه وينزل حمدي فتحي بعاملين الثلاثي يعني. الثلاثي ده بحيث ان هو محتاج بونت من الماتش ده، لكن طبعا احنا دايما في منتخب مصر بنلعب على المكسب يعني. عندنا مشكله اللي في خط في الحقيقه انا مش عارف عدت على حسام ازاي. يعني كان عندي البدائل لان انا ما عنديش باك ليفت بعد ابو الفتوح ما اصيب وخرج من المعسكر، انا جبت عبد الله. طب انا عندي في واحد جاهز في البيراميدز اسمه احمد حمدي، وكان لسه راجع من افريقيا وولد اولا من ولادنا في النادي الاهلي ومن اللي اتربوا في النادي الاهلي، وولد باك ليفت عالي جدا. انا بستغرب ليه ما اتخذش، و بأصر ان انا ليه يا كابتن تستغرب؟ يعني بالنسبه لك عبد الله جمعه مش جاهز زي احمد فتحي حمدي؟ لا احمد فتحي احمد حمدي اسف مش أحمد مش جاهز احمد حمدي هو الاجهز. عارفه هو الاجهز. ملاحظاتك ايه على عبد الله؟ عبد الله ماشي يعني الموسم اللي فات كان نجم الزمالك، كلنا كنا بنشيد بيه ونقول دايما يبقى هو موجود في المنتخب. في الفتره اللي فاتت ابو الفتوح هو بياخد، والدليل على كده ان حسام لما اخذ التشكيل اخذ ابو الفتوح ما خدش عبد الله. لما عبد الله اصيب خد لما فتوح اصيب وسخن خد محمد خد عبد الله جمعه. عبد الله جمعه بس عندي لعيب كويس، بس يعني زي ما بنتكلم سام لعيب عنده خبرات كويسه، يمكن كمان لعب بشكل اكتر من رائع مع بيراميدز. جزئيه اللي اتكلم فيها يمكن كابتن حسام ان عبد الله جمعه الاقرب من الحاله البدنيه يمكن او قريب من الحاله الهجوميه، وكابتن حسام عايز 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 يهاجم اكيد ما فيش شك يعني. هنروح نلعب بطريقه هجوميه، احنا انت بتلعب كينيا وعايز تكسب المباراه نواحي هجوميه. فرقت من ديت يا كابتن هاخد نقطه اتكلمنا عليها لايمن اشرف. ايمن اشرف يعني تاني بنرجع نقول ان ايمن اشرف كان عنده اصابه في ركبته، شايف الجزئيه دي ازاي؟ هل كان من الافضل ان كابتن حسام البدري يسافر بدون ايمن اشرف، خاصه انه عنده يعني عنده خلي بالك كمان في احمد ايمن منصور ده بيلعب سيرد باك وبيلعب باك شمال، وبالتالي هل كان من الافضل ان كابتن حسام
يفضل ان ايمن اشرف يتعالج خاصه عنده اصابه في الركبه انه يتعالج وينتظر التجمع اللي جاي، ولا انت شايف ان سفر ايمن اشرف كان ضروري جدا مع المنتخب في الفتره دي؟ لا، عمر ما كان يبقى لاعب انا ما انزلش معايا تمرين كامل مره واثنين واخده معايا واجازف بيه في كل الحالات. لو لعب وادى كان بيه طب، لو تسبب ان هو يبقى اصابه زياده يبقى المنتخب خسره والنادي الاهلي خسره. يبقى انا بجازف ليه بحاجه انا ممكن جدا ان انا احلها، وخاصه انه اشرف في الماتش فيتا طالع مصاب وبعد ما راح التمرين وراح المعسكر ما اتمرنش مع الفرقه. صحيح. فانا المجازفه دي يعني انا اعرف ان حسام يعني في تفكير ناضج وفي يعني، فانا حاجه دي الحاجه الوحيده اللي باخد عليها. انا طبعا ببقى متضايق جدا ان حد دايما بينتقد الجهاز الفني، خد فلان الاختيارات يعني الاختيارات دي بتاعت مدير فني. صحيح. وهو اللي بيتحاسب عليها في الاخر، وهو اللي هيوصل هو اللي مش هيوصل بنحاسبه في الاخر، الا لو لقينا انه في تجاوزات غير طبيعيه في العمليات الاختيار في الوقت ده ممكن يبقى في كلام. يعني ايه تجاوزات غير طبيعيه؟ لما يكون التشكيل، لان دايما حضرتك عارفه ان دايما في كل منتخبات العالم بتلاقي في تثبيت تشكيل. كابتن هاني عارف الكلام ده، هتلاقي منتخب المانيا معروف باك رايت مين باك ليفت مين، كل الناس معروفين. منتخب مصر في فتره الاخرانيه الى حد كبير العمود الفقري موجود، بيتغير واحد او اثنين او ثلاثه، يعني تريزيجيه محمد صلاح طبعا مصطفى دخل. يعني كان ممكن جدا وجهه نظري كان يبقى مروان مثلا موجود، لان مروان خايمه دوليه وخبره دوليه لا يستهان به، حتى لو قاعد معايا على الدكه في ربع ساعه في اخر ربع ساعه الخط لا يستهان بها. الخط الهجومي بالنسبه للكابتن حسام البدري افتكر انه محسوم بشكل كبير جدا. طيب. بس هنا شايفه في وجهه نظر اخرى، يعني كنت بتفضل انه يبدا مباراه كينيا بمروان، يعني نزل مروان كمهاجم؟ لا، انا زي ما قلت لحضرتك هيبقى انا واخده مروان مش في القائمه، بس هو كان اختياراته يعني كان اختيارات. احنا بنتكلم على الاختيارات، لان يبقى معايا خبره دوليه زي ما اتكلم على محمد فتحي. على فكره محمد فتحي مصاب، عنده محمد حمدي. محمد حمدي لاعب بيراميدز مصاب في العضله الاماميه. يبقى كده احنا ظلمنا حسام. لكن رؤيه احنا بنتكلم في الاختيارات يعني. انا يهمني دلوقتي ان انا كمدير فني ببقى اب وابقى رحيم جدا، ان انا لعيب عندي مانيش ضامن سلامته 100%. صحيح. استحاله ابدا اخده معايا، استحاله. يعني انا في 48 في 24 ساعه هيخف، يعني احنا مسافرين النهارده الثلاث، بكره تمرين خفيف ويوم الخميس الماتش. طب هيلحق يخف امتى عشان اخده معايا المعسكر؟ انا كان ممكن جدا يبقى مستني بيتعمل هنا فتره علاج، والماتش اللي جاي يوم 29 يبقى انا يتمرن مع فرقته ولما وجاهز. يجي ابقى جاهز. يبقى انا كده المنتخب ما خسروش، وفي نفس الوقت انا ما عادتش النادي الاهلي وجمهوره، لان انت لا قدر الله لو اشرف لعب وتعب مردودها ايه جمهور النادي الاهلي اللي بيمثل اكثر من 70-80%؟ ما هي دي يا كابتن عادل بقى بنسميها التحديات اللي هتقابل موسيماني في الفتره اللي جايه. ايوه، يعني انت عندك النهارده لعيب في جزء من لعيبه الاهلي كبير جدا في المنتخب الاول 8. ايوه، في 5 في الاولمبي. فالنهارده موسيماني عليه ضغط كبير جدا، خاصه ان انت بتلعب افريقيا بعد ما ترجع، هيبقى في وقت قليل جدا صح على 3 ابريل. أنا مشفق دي مشفق جدا على الجهاز الفني والاداري ومشفق جدا على اللعيبه. الناس كلها خدت راحه، 8 من النادي الاهلي ما خدوش راحه، يعني على طول على المنتخب مثلا الى جانب المنتخب الاولمبي، الى جانب الاولاد اللي اصلا مصابين. احنا عندنا اكتر من 20 لاعب 20 لاعب، احنا داخلين على ماتش مهم جدا مع المريخ. فطبعا يعني اللعيبه بتاعه النادي الاهلي ما بترتاحش، بتيجي من افريقيا على كاس على دوري على منتخب. يعمل ايه موسيماني؟ غير موسيماني ده يحتاج من التنسيق كمان مع المدير، يعني اداره الاداره الفنيه كابتن حسام البدري، بالتنسيق خاصه مع بنتكلم مش الاهلي بس، التنسيق مع الزمالك لان الزمالك كمان عنده مشوار افريقي، بنتكلم على بيراميدز، التنسيق مع المدير الفني مع اجهزه الفنيه للفرق اللي بتلعب بطولات افريقيا. عمليه ديت لازم يكون فيها تنسيق كامل على المستوى البدني، اللعيبه مرهقه، اللعيبه عندها ضغوط مباريات. هل ينقصنا هذا التنسيق الكامل ما بين الاداره الفنيه او حتى الاداره الطبيه ما بين المنتخب والانديه، خاصه الانديه اللي بتلعب على المستوى الافريقي؟
الافريقي ليه يعني ممكن جدا يتواصل مع موسيماني، لا اشرف ايمن اشرف لا متعور فلا يفضل مش موجود، ويديله برنامج او يتعالج في اول مرجع عايزه يشارك مثلا عمرو السوليه، لا عمرو السوليه بيبقى له كتير مشارك في مع النادي الاهلي، فايه ان احنا ان شاء الله نديله مثلا شوط او نديله ثلاث اربع مباريات. التنسيق ده الحلقه دي مفقوده ما بين الجهاز الفني لمنتخب مصر وبعض الانديه خاصه اللي بتلعب على المستوى الافريقي، مفيش تنسيق ما بينهم يعني ما بيتكلموش مع بعض. مش انت توليت تدريب منتخبات؟ انا كنت بتعمل تنسيق ولا كنت كنا بنعمل يعني كنا بنتكلم ده بقى الفكر خاصه يا كابتن مع عدم كلام حضرتك في عمليه الاصابات. عمليه الاصابات دي مهمه جدا، ان لما يكون عندنا لعيب مصاب ويجي اولا لازم يكون موجود في المنتخب بيتم استدعائه، الدكتور بيكشف عليه لا اللعيب ده مصاب نسبه اصابته قد ايه، لا ده لازم يرجع دي بيتعالج، لان فترات المنتخب تبقى ضيقه زي ما حضرتك قلت، احنا نلعب يوم 25 وهنلعب مباراه ثانيه يوم 29، فرق المباراه اربع ايام بس، وبالتالي مش هيساعد المدير الفني المنتخب انه يستعين بهذا الكلام دوت. هل حضرتك شفته بيطبق مع كابتن حسام البدري بالنسبه لايمن اشرف؟ ما هو كابتن حسام لو راح الزمالك وراح بيراميدز وراح الاهلي طبعا الاعلام كان او يتصل بالتليفون. انا بفضل انه بتبقى فيه نوع من الناحيه الادبيه الجميله جدا ان انا اروح ازور نادي الزمالك او ازور النادي الاهلي، مش عيب ده مدير المنتخب طبعا، ده بالعكس ده انا يعني انا الاب بتاع الانديه كلها والمنتخب، فده لما اروح كده واسلم على اللعيبه واتمنى لهم الفوز وهم كمان يبقوا متمنين للفوز، وبعدين لما كاميرا اعلام تجيب المدير الفني بيزور الانديه وبيحسها على انها تديره العناصر اللي هي تبقى جاهزه، بحيث انك انت لو تفتكر 2006 و2008 و2010 لولا ان لعيبه النادي الاهلي وطبعا زملائهم من الانديه الاخرى كان النادي الاهلي في قمه جاهزيته. صحيح. خدنا ثلاث بطولات، ولما الجيل ده وصل لمرحله معظمه ابتدى يعتزل بعد كده ما حصلناش على بطوله افريقيا ولا وصلنا اصلا النهائيات افريقيا ثلاث مرات. صحيح. فالانديه هي العمود الفقري لامداد المنتخب، وخاصه صحيح. مش تحيز النادي الاهلي بيمد زي ما حضرتك قلتي ثمان عناصر كلهم اساسيين في المنتخب الاول. فانا لما اروح الاهلي واروح الزمالك واروح الانديه والاعلام يصورني وانا بشوف الحاجه دي، حتى الحته الحضريه دي بتبقى مهمه جدا. وبعدين على فكره في بقى كليفت كتيره كويسه موجودين كان ممكن جدا يستعين بيهم كابتن حسام، كان يعني انا مشفق على ايمن اشرف لانه هو عايز يلعب وفي نفس الوقت هو حاسس بنفسه، لان ما حدش هيحس ولا الدكتور هيحس الا هو، الا اللي بيعاني لما هيجي يمسك ركبتي اقول اي ما قلتش اي خلاص تبقى انت سليم، الا اذا عمل اشعه، وحتى الاشعه ما بتطلعش برضو درجه الالم. طب في بعض الجمل الكابتن عادل بتقول النهارده اختيار ايمن اشرف او الاصرار خلينا نسميها يعني الاصرار على وجود ايمن اشرف بالرغم من الاصابه، انه ده يعني ضرب في الاهلي، ان انت يعني عايز تعرقل مشوار الاهلي سواء المحلي او الافريقي. الكلام ده انت معاه كابتن عادل؟ تتفق مع اللي بيقول كده؟ انا اديت مش عايز اقول المنافس او الخصم او اللي كارهني اديله عصايه ممكن يعني يتولاني بيها. انا ليه اخد حد مصاب؟ يعني الولد ما اتمرنش ولا تمرين، فانا اخده معايا ليه؟ وخاصه اصابته الخشونة دي ما بتضيعش في يوم وليلة. وبعدين الإصابات بالذات لازم يبقى المدير الفني في منتهى الحرص على اللاعب، يبقى حريص جدا على اللاعب، لأنه اللاعب ده قوة لا يستهان به. أيمن أشرف أساسي في النادي الأهلي بقاله ثلاث سنين بيلعب في أكثر من مركز، فأنت ممكن تخسره بعد كده. وبعدين أنت هتعمل عداوة بينك وبين الجمهور ليه؟ انت النهارده لا قدر الله لو اشرف يعني حصل أيمن. اصابه ولعب وفعلا وطلع بعد 10 دقائق ولا حاجه واصيب، وبعدين يعني النادي الاهلي خسره في ماتشات المهم اللي جايه، انت عملت عداوه مع الجمهور، انت مش مفروض انك انت تعمل عداوه. كره القدم لعبه جماهيريه، لعبه بتاعه جمهور، لعبه شعبيه، فانا لما اكره الناس فيا هتتمنى لي ان انا ما انجحش على الرغم ان ده منتخب بلدي. فانت بتدي ليه عنصر من عناصر اللعبه مهم جدا ان انا ممكن نفقده في اي لحظه،
طبعا انت في فترات كان احيانا لما المدير الفني كان بيشتغل بشكل مش كويس كان احيانا ماتشات المنتخب تلاقي الجمهور يعني ما بقاش حريص عليه. ليه؟ لانك انت عملت الحته دي. انا كنت يعني بتمنى من حسام انه كان يسيب ايمن واي حد ممكن، خاصه ان احنا في الماتشين احنا محتاجين نقطه واحده. صحيح. مع النجوم العاليه قوي دي، احنا عندنا في خط الظهر حجازي وعندنا الونش وعندنا محمد هاني اللي لسه راجع من قطر وكاس عالم انديه وكان ماسك افضل المهاجمين خط الشمال كل. فانا الباك ليفت اعتقد انه كان ممكن جدا مع الجهاز الفني اللي موجود مع حسام انه يحاول ان هو النقطه دي ما تتعديش عليه، خاصه ان عنده خبرات كتير. اعتقد يعني الكابتن حسام البدري واعي والجهاز الطبي كمان بقياده الدكتور محمد ابو العلا واعيين جدا ان مشاركه ايمن اشرف في المباراه هتكون فيها ريسك كبير جدا وفيها خساره مش على النادي الاهلي بس، ده كمان على منتخب مصر. انت بتتكلم على عنصر كمان مهم جدا من عناصر قوه في منتخب مصر ايمن اشرف، سواء باك شمال او سواء سيرد باك، وبالتالي في اعتقادي الشخصي انه مش هيتم الدفع بايمن اشرف. هي السؤال لو فعلا كده كان ريح في القاهره وكان عمل برنامج تاهيلي، وخاصه زي ما حضرتك بتقول في اعتقادي على المستوى الفني مصر اقوى كتير جدا من كينيا، واحنا تقريبا خلاص يعني ناقص لنا نقطه من 6 نقط او من ماتشين، فالعمليه مش مستاهله يعني بمعنى اصح. يعني شوف يا كابتن، نحسبها انت من يوم الخميس ليوم 29. صحيح. انا مش هحسبها ايام، انا هحسبها ساعات. انت النهارده لما يوم الخميس انت هتلعب مباراه، اشرف ما لعبش، فادي يوم راح. يوم هيسافروا طبعا، هيرجعوا الخميس. هيرجعوا الخميس بالليل. الجمعه هيبقى راح. طب سبت تمرين خفيف، الحد تمرينه عاديه، الاثنين الماتش. طب انا عدد الساعات دي كم ساعه؟ 6 ساعات 7 ساعات. انما انا لو سبت ايمن كان هيتمرن النهارده. هيتأهل هيتأهل النهارده الاربع والخميس والجمعه والسبت ويجي الحد. كان هياخد فتره يعني انا ببسطها للناس، مش هيقعد 5 6 ايام. لا ده انت بالساعات 7 8 ساعات. طب انت بتضيعهم ليه؟ كان ممكن جدا الايام دي كلها يكمل برنامجه التاهيلي صبح وظهر وبالليل. الاجهزه والحاجات اللي تحت الميه والحاجات دي عشان الخشونه. بيبقى دايما الميه بتدي نوع من الاستشفاء عالي جدا. فكان الفتره دي كنت بفضل انه ايمن كان يبقى الثلاث واربع وخميس وجمعه وسبت وقت كبير جدا ممكن كل يوم يشتغل مش اقل من 4 ساعات عمليه التحضير وعمليه الاستشفاء وعمليه العلاج، بحيث ان انا لما يرجع كابتن حسام باذن الله تعالى وان شاء الله يكونوا كسبانين باذن الله، يبقى عندي فرصه لو في فرصه انه يعني في ماتش جزر القمر يبقى يبتدي ممكن هو يدفع بيه اذا كان جاهز. اللي كنت حضرتك بتتكلم عليه قبل ما ندخل في أيمن أشرف قوي، فكرة اللعيبة اللي كانت تستحق الانضمام للمنتخب الوطني. فكان يعني عنده يعني بتعتقد أنه مروان محسين كان ممكن يكون يعني يتم الدفع به في المنتخب في المباراتين الجايين، يعني خاصة مباراة كينيا اللي جاية دي. ليه قلت مروان؟ خط الهجوم النهاردة اللي في المنتخب الوطني حضرتك عادل تعيمة كابتن عادل مقتنع بيه إلى أي مدى؟ الخط الهجومي اللي اختاره كابتن حسام البدري، وليه قلت مروان؟ مروان لأي مدرب؟ واسألك كابتن هاني. اسألك انت يا كابتن عادل. ما برضه راجل مدرب. انا دربته وانا في الهجوم. وانا عارفه راي كابتن هاني. انا بس كابتن عادل بيتكلم ان مستوى مروان الفتره اللي فاتت كان اولا راس الحربه. هسيب مروان، مش هقول مروان. هقول راس الحربه بيتميز بايه؟ هقول ان هو بيلعب برجل الاثنين، شوط برجل الاثنين يمين وشمال، بيلعب دماغه محطه، ممكن بيتحرك جوه الصندوق كويس. بيبقى ممكن يلعب بدور زي الماتش اللي فات بتاع فيتا، بيلعب راس حربه وهمي بحيث ان هو يبقى يزيد ويسقط يفضي، زي ما مجدي قفشه. ومجدي قفشه جاب الجول امتى؟ كان جابه من عند الوينج ولا كان من مكان راس الحربه؟ فده عمليه التحضير دي ما بيفهمهاش الا المدير الفني الواعي اللي بيقول للعيبه حاجات معينه بيعملها وما بيحسش بيها للمدير الفني، مش الناس اللي هي ممكن تبقى مش فاهمه. فاي مدير فني بيجي مروان
اذا كان هناك في اعتراضات، الاعتراضات دي مش لازم يكون جمهور نادي الاهلي. يعني انت اللي بيكتب ده هل انت عارفين ان هو من الاهلي؟ مش الله عارفين أعلم. صحيح. الله اعلم. فالهجوم الغير مبرر ده على راجل يعني، فانا شايف ان لما يكون عندي اقول الميزات بيلعب رجل اثنين، هيدرز محطه بيتحرك جوه ال 18، ده الراجل ده بيعمل حاجات كمان للاسف يعني، ده ممكن جدا بيستلم ويسدد ويشوط وهو ظهره للجول، ودي شفتها له في اكتر من مره في خلال الفترات السنين اللي فاتت. ودي صعبه جدا ان حد يعملها، لو حد بيعملها جوه بره في اوروبا كنا قلنا ايه العبقريه دي. يعني ساعات في كوره بيبقى الراجل السرد باك في ظهره وتبص تلاقي الكوره جايه له بياخدها على فخده ويلف ويروح حاططها في المقص. اعتقد في ماتش السنه اللي فاتت كان في ماتش مع المنتخب، كان ماتش ودي وجاب جول بالشكل الطريقه دي. فعنده كل الميزات دي. انا ما بقولش مفروضه على حسام، لا، حسام ليه الصلاحيه الكامله انه يختار اللي هو عايزه، وجهه نظره الفنيه. لا ده انا لازم احترم وجهه نظر حسام والجهاز الفني مليون في الميه. انا بس يعني الحته الصغيره ان ما كانش يعني يضرني ان انا يبقى معايا خبره بحجم مروان قاعد، تخلي على الاقل مصطفى محمد يبقى يعني يتحرك شويه اذا فيه، يعني ان انا ده الاحتياطي بتاعي اللي قاعد بره واحد بحجم مروان. طب ده على المستوى الهجوم يا كابتن، ويمكن هنا في البيت الكبير كنا سالنا سؤال للجماهير، يعني ايه التشكيله المثلى اللي يبدا بها الكابتن حسام البدري؟ كلهم اتفقوا على تقريبا اللي حضرتك قلت عليه، عم تتكلم على رباعي الهجومي، بتتكلم صلاح، قفشه، تريزيجيه، وقدامهم مصطفى محمد. خط النص كان فيه اختلاف شويه، لكن كل الاغلبيه برضو اتكلموا على وجود النني مع طارق حامد. كان الاختلاف شويه في خط الظهر، يعني كان شويه الاختلاف في خط الظهر. حضرتك شايف من وجهه نظرك الرباعي اللي قدامه كان طبعا ما فيش اختلاف على الشناوي، يعني الرباعي اللي بيلعب قدام الشناوي يبدا من مين؟ هو طبعا هاني، ما فيش ده هاني، وبعدين حجازي، وبعدين في طبعا الونش. تمام. ممكن جدا في ماتش زي ده ممكن بدفع باحمد ايمن منصور. احمد ايمن منصور كسرد باك، عشان بيلعب بشماله كمان، بيلعب بشماله، وممكن لما اذا عبد الله هيلعب، عبد الله اكيد هيلعب، عبد الله هيلعب اكيد، هيبقى برضو لو الراجل زاد هيبقى برضو حته التغطيه من وراه، راجل اشول وقدر ان هو يقابله كويس. واحمد برضو ماشي كويس جدا في الفتره اللي فاتت مع بيراميدز. طبعا. فدي التشكيله تقريبا يعني فيها ثبات وفيها نوع من انواع الانسجام بين الخطوط، ما فيهاش تغيير كتير، الولاد اللي عارفين بعض كويس جدا وعارفين قد ايه الفتره اللي جايه ديت محتاجه ان هم بيتكاتفوا، وخاصه ان منتخب مصر باسمه الكبير قوي. صحيح. احنا دي ماتشين في منتهى السهوله، طبعا مفيش حاجه في الكوره اسمها سهل، لكن بالنسبه لنا كورقه وقلم وكخبرات احنا الماتشين دول عايزين منهم بونت، وبعدين نوصل للنهايات. النهايات دي بالنسبه لنا انا بعتبرها فسحه، لان انا منتخب مصر. طب. انا دايما العب على الاول والثاني في النهائيات. عامل الانسجام ما يزعجكش يا كابتن عادل؟ عامل الانسجام ما بين اللعيبه، خاصه انه ما كانش فيه فتره يعني نقدر نقول ان هم ضربوا فيها بشكل كافي ويعني تاقلموا شويه مع بعض. عامل الانسجام ده يقلقك ولا لا؟ ما يقلقنيش، ما ياثرش قوي. انت عارف حضرتك بيبقى ثقافه اللاعب مهمه جدا. ثقافه اللاعب. يعني انا يعني مثلا رحت حضرت فتره اعداد في نادي بريمة. الراجل ما بيعملش تدريبات خططيه جوه الملعب، كلها بيعتمد على ثقافه اللاعب وهو قاعد في الاوضه. بيقول له انت هتجري في الحته دي وهتعمل بالشكل الفلاني والجمله دي هتعملها مع فلان. ما فيش لعب خططي اطلاقا جوه الملعب، لان طبعا بيبقى فيه نوع من انواع التحضير، وفي ناس طبعا بيبقى فيه نوع من التجسس ويشوفوا مين اللي بيلعب باي طريقه، فبيعتمدوا دايما على ثقافه اللاعب. حسام واي مدير فني قبل كده بيعتمد على ثقافه محمد صلاح. محمد صلاح انت هتلعب الناحيه الفلانيه، انت هتادي دورك الهجوم بالشكل الفلاني. احنا كنا شفنا كوبر كان لما بيأدي كان بيدي لمحمد صلاح الواجبات مش بتاعته، بيخليه يرجع يلعب ورا، اعتقد كان احمد فتحي، وطبعا ده كان بيأدي خلى الجمهور كله بقى يعني مستاء جدا من الاداء الدفاعي اللي كنا بنلعب بيه. فالمدير الفني لما بيطلب من محمد صلاح انت الجزء الهجومي بتاعك هيبقى في الحته الفلانيه، الجزء الدفاعي بتاعك هيبقى في الحته دي بس، بحيث ان انا استفيد من محمد صلاح في الجانب الهجومي اللي انا محتاجه يروح للمرمى
بكامل قوته. صحيح. ما يبقاش بيدافع وراء احمد فتحي وبعدين يرجع يوصل لمرمى الفريق المنافس يبقى قوته وصل ب 40% او 50% قلت. ما يقدرش حتى حتى قوه التسديد مش هتبقى بالدرجه وكذلك تريزيجيه برضو الجنب الثاني. مصطفى محمد هيبقى اول مره اعتقد بيشارك معاهم في الحته دي، لكن برضو مصطفى عنده من الخبرات مع نادي الزمالك وفي ماتشات كتيره عنده برضو الحته دي، ممكن جدا هيبقى فيها الانسجام. انا كنت بفضل ليه مروان، لان مروان لعب مع محمد صلاح ومع تريزيجيه ماتشات كتيره قوي. صحيح. كاس العالم اللي فات كان هو الثلاثي ده، كانوا عمليه التحضير وعمليه انه مروان بيسقط ومحمد صلاح يروح شائق وتروح مع مولاله. هو طبعا تقاله كمان مصطفى محمد في الفترات الاخيره خاصه مع المنتخب الاولمبي اولا ثم مع نادي الزمالك، وتالقه كمان في الرحله الاحترافيه مع جلاتا سراي. اعتقد لا شك ان هو مهاجم مصر حاليا نمره واحد بدون شك مروان. اكيد لو مشي على هذا المستوى اكيد هيكون له دور. وعمليه برضو حضرتك مدير فني وعارف ان عمليه برضو الانسجام زي ما بتقول سهام، هو صعب على الكابتن حسام البدري، مفيش اجنده لمده اسبوعين ثلاثه، وبالتالي بيعتمد على خبرات اللعيبه اكتر، يعتمد على رؤيته وتوظيف اللعيبه اكتر بشكل او باخر. دي رؤيه فنيه. المجموعه اللي عايز اقول لحضرتك عليها اللي ان شاء الله باذن الله مسافره اولمبياد طوكيو بالنسبه للمنتخب الاولمبي، اكيد بطوله كبيره واكيد كلنا منتظرينها، لان عندنا فريق واعد جدا جدا، عندنا كل اللعيبه بتلعب بمستوى اكتر من رائع، وعندنا قماشه واسعه للكابتن شوقي غريب. السؤال دايما اللي بيطرحه على الضيف، محمد صلاح تم خلاص استدعائه او كابتن حسام كابتن شوقي غريب قال انه هيكون موجود، من وجهه نظر حضرتك اتنين كمان لعيبه يكونوا موجودين مع منتخبنا الاولمبي في طوكيو، انت محتاج حد في وسط الملعب ومحتاج حد في خط الظهر او حارس مرمى. انا بشوف انه محتاج احد السردباكات، اذا كان ممكن يكون حجازي يبقى في الخط ده هيبقى فيه تقل. صحيح. وبعدين في وسط الملعب برضو محتاج حد تقل برضو في وسط الملعب، وطبعا محمد صلاح. يبقى انا التوزيع ديت، انا حراس المرمى الحقيقه ولاد بيأدوا بشكل رائع جدا، والثلاثي يبقى في كل خط. انا اديت الخبرات واديت محمد صلاح طبعا في الجانب الهجومي هيبقى نص الملعب النني يشكل، ممكن يبقى النني هتبقى عنصر من عناصر مع اكرم توفيق مع بس كمان حراسه المرمى يعني حراسه المرمى دايما مركز حساس جدا وبتحتاج خبرات كبيره جدا. انا على مستوى الاولمبياد كمان كان احمد الشناوي متالق، احمد الشناوي كان نجم النجوم وكان متالق، ويمكن كان وجود كمان عصام الحضري وقتها كان لسه عصام في اخر مشواره، لكن ما تعتقدش ان محمد الشناوي بخبراته الكبيره والثقه اللي خدها من خلال ادائه الرائع من 2018 لغايه دلوقتي يكون اضافه كمان لمنتخبنا الاولمبي، ان يكون عندهم حارس مرمى بهذه الخبرات الكبيره يكون متواجد معاهم في الاولمبياد. هي صعبه شويه العمليه. هي صعبه شويه ليه بقى؟ ما انا هبقى عندي جول كويس، بس اللي قدامه ممكن يكون ما عندوش الخبرات الجامده، يعني بياخد جول ومدافع المشكله. يبقى انا كجول ما عملتش حاجه. انما انا عايز اللي قدام المرمى يبقى جامد، بحيث ان انا لما تيجي حاجه للمرمى تبقى تبقى هاديه. انما لو انا خدت جول والسردباكين اللي قدامه كويسين وكل حاجه، لا واحد يعني ممكن اخد سردباك، يعني ممكن يكون الشناوي يا اما بقى اجيب، يا اما يبقى فيه برضو زي ما حضرتك بتقول يبقى جول وسردباك وفي وسط الملعب محمد صلاح مش برضه. لازم يبقى محمد صلاح، مش لازم حد في وسط الملعب، ودي برضو فكره جيده جدا، يبقى فيه حارس مرمى وفي سردباك ويبقى محمد صلاح في وسط الملعب. في عناصر كبيرة كابتن، يعني في عناصر وسط الملعب منتخب الأولمبي، عندك أكرم توفيق، في كمان طاهر محمد طاهر سعاد يعني وعمار في الهجومي، في صلاح حسين وعمار عمار حمدي كل دول نجوم يعني. وبعدين ايه دول ولاد ايه بقى يعني انت عارف اذا مبارك انت بتتملى وتسيب يعني كميه الجري وكميه الكوره وكميه الحماس والضغط على امام عاشور وامام عاشور طيب هايل. فيبقى انت كلامك مظبوط بقى، يبقى في جول الشناوي احمد الشناوي، يبقى في حجازي، ويبقى في وسط الملعب ممكن يستعيد عنه، يبقى انا كده قفلت شويه اي صحيح. خطوره حجازي وجول ومحمد صلاح اعتقد هتبقى الفكره رائعه يعني.
طيب كابتن عادل، عايز اسال حضرتك قبل ما نستعرض الاجابات، اجابات الناس طبعا. احنا سالنا سؤال مع بدايه الحلقه عن اجمل الاهداف لوليد سليمان في مشوار مسيرته مع الاهلي. كابتن عادل طعيمة رايه ايه قبل ما نستعرض بعض الاجابات بالنسبه لوليد؟ ده وليد اهدافه كلها حلوه. هو في جول وحش؟ يعني انا مش شفتلوش جول وحش الراجل ده. اللي بدماغه واللي تفتكر له بيعملها اخر بطوله افتكره له، اللي راح واخدها فيرست تايم هاني عملها له وراح الطبه راح واخدها هو موسيماني. الموسيماني كمان مسك دماغه فيها وقال كان جون هايل، كان جون رائع. ده اخر حاجه يعني. انما بقيت الاجوال، شوف الفاولات صحيح. كانها ضرب جزاء صحيح. في جول بدماغه الطار برضو الموسم ده كلها اهداف. في الترجي في رادس فاكر في 2012 كلها اهداف جميل. اللي خدها من فوق السد باك وراح حاططها وخدنا كاس. كنا متعادلين هنا كسبنا 2-0 هنا وكسبنا. سؤال النهارده على صفحات التواصل الاجتماعي على الفيسبوك يا جماعه، نبدا. كنا طبعا السؤال عشان افكركم تاني، ما هو الهدف الاجمل لوليد سليمان خلال مسيرته مع الاهلي؟ من الفيسبوك الاستاذ سعيد المصري قال كل اهداف الحاوي جميله، لكن هدفه في مباراة الترجي كان مميز. أستاذ محمد يونس قال الترجي من 2012 أنا ما كنتش شفتها والله. مصطفى سليم هدفه في الترجي نهاية 2012 الأوفر اللي عمله المتعب عماد متعب ده اسيست رائع طبعا. أستاذ عبد الله أبو بكر هدفه في الزمالك في دوري أبطال أفريقيا. صابر أحمد ماتش الإنتاج الحربي الهدفين الثالث والرابع. ده كان على مستوى الفيسبوك. اعتقد على مستوى تويتر في شريف بيقول هدفين، هدف الترجي 2012 ده طبعا كان في نهائي دوري الابطال، والهدف الثاني في مرمى نادي الزمالك وكان 4-2 ده كان في دور المجموعات. وائل احمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل اهداف وليد سليمان حلوه بس بالنسبه لي هدفه الثاني في الترجي التونسي عام 2012 ده كان وائل احمد. محمود عزت بيقول هدف وليد سليمان طبعا في الترجي مباراة العودة في نهائي أفريقيا 2012، وبين قوسين كده مع أني طبعا كل أهداف الحاوي أهداف جميلة يعني. طبعا من إنستجرام كمان أستاذ كريم هاني بيقول هدفه في المعز بن شريفية في الترجي. محمد هاني هدفه في الترجي نهائي أفريقيا وهدفه من الضربة الركنية. برضو محمد عصام اتفق على هدفه في الترجي، لكن فوزي قال هدفه في الزمالك على ملعب الجونة. ده بالنسبة للإجابات. طبعا احنا عندنا مشاركات كتيرة جدا، وأنا حابة فعلا يعني أشكركم على المشاركات ديت من وقت ما فتحنا فكرة التفاعل مع البرنامج. والحقيقة ردود الفعل جاية من الجماهير على كل وسائل الاتصال، الحقيقة يعني بنشكركم عليها. عايزة أتكلم على اللي هيواجهه موسيماني بعد ان شاء الله يعني رجوع المنتخب الاول مع المنتخب الاولمبي. عندنا ماتشين، المريخ وبعدين سيمبا التنزاني. موسيماني والتحديات اللي بتواجه موسيماني يا كابتن عادل، ايه هي التحديات من وجهه نظرك؟ وامتى هنستخدم مقوله الاهلي بمن حاضر؟ يعني ينفع نستخدمها في الاثناء؟ شوفي اول بعد ما يرجعوا يعني ان شاء الله بالسلامه. شوفي اول حاجه هي هتواجهه اللعيبه هترجع يوم 29 باذن الله. باذن الله تعالى عنده ماتش 3 في المريخ في السودان. فعنده عبء اولا علشان يبتدي يشوف اللعيبه اللي جايه مرهقه من ماتش جزر القمر مع الاصابات. برضو في اخبار كويسه لازم نقولها للناس، ان في وليد ابتدت النهارده تمرين كامل صحيح. فهيبقى من العناصر اللي هتبقى كويسه جدا. برضو حته ان مروان ما راحش برضو دي فكره جيده جدا، انه برضو هيبتدي الراجل يشتغل معاه الشغل القوي جدا. فطبعا الفتره اللي من 29 هو 29 هيبقى الماتش يعني يوم 30 هيرجعوا يعني اللعيبه تقريبا هيسافر يوم واحد او يوم 2 يعني مش هيلحق يعمل حاجه. فدي التحديات اللي هتبقى معاه. هيبقى راجل جاي يا دوبك بيحط شاشه وميكروكروم للعيبه ما بيعملش غير يعمل ايه؟ صحيح. هيشتغل ايه؟ مش هيشتغل حاجه. هيجي يوم 30 راحه يعمل لهم استشفاء. أيوه. يوم واحد هيسافروا عشان يلعبوا يوم 3، يعني مش هيسافروا يوم الاحد والماتش الاثنين. فطبعا دي هتبقى عبء، بس هو ان شاء الله قده الجهاز الفني قادرين، ولا مع اللعيبه عارفين يعني ايه البطوله العشرة دي بالنسبه لهم هتبقى جيده. فطبعا كل الجهاز الطبي بالذات
يبقى عليه دور مهم جدا. الجهاز تقاعد طبعا دكتور احمد ابو عبلة طبعا جهاز جهاز الاحمال وبعدين برضو الراجل بتاع التحاليل حال الفريق المريخ لان في تطورات وفي مدير فني جديد، فطبعا كل الامور دي هتبقى جاهزه مع موسيماني في الفتره اللي جايه، بحيث ان هو بيبقى بيحضر تقريبا مش يقدر يحضر حاجه غير انها كلها حاجات نفسيه وحاجات طبيه. التدريب مش هيبقى فيه تدريب. النهارده كان في التدريب يا كابتن 12 لعيب ناشئين، حضرتك كنت يعني مدرب كبير جدا وطلع من تحت ايدك اجيال كبيره جدا، شفت ده ازاي؟ وحضرتك يمكن مريت بهذه التجربه وطلعت نجوم كبير، يعني طارق خليل، وكنا بنتكلم على نجوم كتيره شاركت مع الفريق الاول وهم لسه في قطاع الناشئين، شفت الصوره دي ازاي؟ وازاي كمان يستفيد منها موسيماني بشكل ايجابي في ممكن تدعيم الفريق او بعض العناصر اللي وارد انها تغيب شويه زي باك شمال او باك يمين، يستفيد من الفتره ديت ان يصعد 2-3 لعيبه يكون متواجدين الفتره الجايه مع النادي الاهلي. فتره مهمه جدا وممتازه جدا انه يحط ايده على قطاع الناشئين ويشوف العناصر اللي هي ممكن انها ممكن تبقى على المدى البعيد. صحيح. تبقى معاه مش دلوقتي. يعني انت متوسط اعمار يا كابتن هاني، متوسط الاعمار الفريق الاول خلاص بقينا 26 سنه ده يعني متوسط الاعمار نزل تماما. صحيح. فانت انت على المدى السنتين ثلاثه حتى الاولاد المميزين ممكن السنه الجايه اذا بيطلع العناصر الممتازه بطلعهم اعاره سواء في مصر او بره مصر، ويبقى برضو احنا بنتعب شويه ان اولادنا دول يطلعوا زي ما انت عملت كده، يطلع بره في اوروبا، مش لازم انديه كبيره، يطلع في انديه عاديه. صحيح. فالولاد دول اولا الموسيماني خد فكره عنهم، وبعدين بتبقى فرصه جيده جدا ان المدير الفني ادى احساس وثقه للعيبه ديت انهم نزلوا اتمرنوا معاه. الحاجه الثانيه ودي تبقى مهمه جدا، بينسق مع المدرب بتاع 2001 او كابتن عمرو انور، ومدرب رائع جدا وعنده بيشتغل بشغل رائع جدا، انه الولاد لما بيتمرنوا مع الفريق الاول وبعدين ينزلوا مع فرقتهم لابد يبقى فيه الحته النفسيه. مظبوط. ان انا تكير، اصبر، في صبر، ما تستعجلش. صح. لا، علشان ما يحصلش للولد نوع من انواع الغرور او انواع الاحباط ان انا نزلت تمرينتين ثلاثه وخلاص وانتهت. صحيح. العمليه دي حته مهمه جدا، يبقى فيه التنسيق ما بين موسيماني وكابتن سيد عبد الحفيظ وهم اساتذه في الحته ديت مع كابتن عمرو انور، بحيث ان هو يبقى فيه نوع من التنسيق الكامل. وحتى بعد ما الولاد اللي منهم هينزل برضو مفيش مانع ابدا ان يبعت احد المدربين يبص طبعا عليهم برضو في الماتشات، برضو هتدي نوع من يعني ايه عدم الاحباط، وان انت ان شاء الله دورك جاي زي ما هاني طلع وزي ما العربي كابتن. طبعا بخلاف الناشئين انت عندك كمان لعيبه يمكن ما شاركش بشكل اساسي في المباريات زي ناصر ماهر مشارك، وصلاح محسن، ففي فرصة كبيرة جدا قدام موسيماني وأكرم توفيق. أكرم توفيق ده جامد قوي والله، وخلوق قوي. لا ايه جامد قوي ويلعب في اي حته على فكره. صحيح. احنا كنا مجهزين لك الجول بتاع وليد سليمان مع الانتاج الحربي اللي خلص 4-1، بس مش عارفه بيرجعوا هيعرضوا ولا لا، يعني عشان احنا اهو يا كابتن اهو شفت، حبينا نهدوه لك اهو. ايه ده لك؟ ايه ده بقى ده؟ ما الراجل لازم يمسك دماغه. على موسيماني يعني هدف على لا وليد قيمه كبيره جدا وحشنا، يعني وعلي معلول كمان طبعاً. الجول ده لو انت شفتيه بقى في حد برشلونه لعبه هنقول عليه ايه بقى؟ هنقول عليه جامد قوي، هنطلع بالسما. هو فعلا جامد قوي طبعا. مكسب كبير للنادي الاهلي عوده وليد سليمان على المستوى الفني، على مستوى القياده، وان شاء الله كل لعبتنا باذن الله ترجع يا رب سليمه من المنتخب والاولمبي او المنتخب الاول، وعلشان عندنا مشوار طويل، مشوار العشرة باذن الله. كل التوفيق للنادي الاهلي وكل الشكر ليك يا كابتن، نشكرك شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا ليك يا كابتن عادل. شكرا. ظبطتوا الساعات ولا لسه؟ ميعادنا مع احمد اسامه ومحمد فارس، فقره خط احمر في البيت الكبير زي كل يوم ثلاث. ازيكم؟ اهلا يا سهام، الازرق يليق بك. اهلا كابتن هاني. مساء الخير عليك. واهلا كابتن عادل طعيمه. اسامه. وذكريات جميله جدا عن كابتن وليد سليمان، طبعا نجم من نجوم النادي الاهلي واحد اساطير النادي الاهلي، والحمد لله يعني كل ثلاث يكون ان شاء الله ثلاث عظيم. اكيد بنستناكم كل ثلاث، وانا دايما بحب يعني بجري على طول على البيت عشان اتفرج عليكم، ان شاء الله تكون فقره مميزه دايما
افتح سبرنت بقى النهارده عشان معانا حلقه قويه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بالتوفيق. بالتوفيق ليك يا اسامه. بالتوفيق ليك يا فارس. شكرا يا سام. شكرا كابتن هاني. ونشوفكم ان شاء الله والاهلي خط احمر، ولكن بعد الفاصل.